معانا نقطتين نظري مهمين شوية، نقطة الارميتشر رياكشن ونقطة الكوميوتيشن. ارميتشر رياكشن والكوميوتيشن سواء ده او سواء ده هي حاجات بتعمل افكت بالسالب او بتعمل افكت على الاداء الوظيفي للدي سي جنريتور، يعني من الاخر حاجات ضارة على الدي سي جنريتور، حاجات هارمفول على الدي سي جنريتور. اول واحده فيهم اسمها ارميتشر رياكشن، ودي لما اشتغلنا المره اللي فاتت ورسمت الكاركترستيك كيرفز فقلنا ان في حاجه في فولتج دروب بيحصل نتيجه حاجه اسمها ارميتشر رياكشن. اذا الارميتشر رياكشن ده دروب في الدايره، اذا الارميتشر رياكشن ده بيقلل الجهد اللي انت بتاخده من الدايره. ايه هو الارميتشر رياكشن؟ واسئله الارميتشر رياكشن في الامتحان بتكون نظري كلها، مفيش حاجه في الامتحان مسائل على الارميتشر رياكشن، هي كلها نظري. فاول حاجه بيتكلم فيها في الشابتر على الارميتشر رياكشن بيقول ما هو معنى الارميتشر رياكشن. يبقى رقم واحد ايه هو الارميتشر رياكشن؟ فبيقول ان الارميتشر رياكشن ده هو الافكت، هو الافكت طيب بتاع ايه؟ بيقول is the effect، هو تاثير. تاثير ايه بالظبط؟ of magnetic field. اذا يا باشمهندس هو عباره عن مجال، هو تأثير مجال، بس المجال ده ناشئ set up in armature winding. المجال ده يا باشمهندس ما هواش مجال ناشئ في ملفات المجال، لا ده مجال ناشئ في ملفات الارميتشر. ملفات المجال بتاعتنا دي اللي هي ملفوفه على الاقطاب ما فيهاش مشكله، لما بيمر فيها تيار بتعمل لك مجال، هو ده المجال اللي بيشغل الجنريتور. لا بقى، لما التيار بيمر هو كمان في الارميتشر فبيعمل لك مجال هو كمان، ماجنتيك افكت او ماجنتيك فيلد، يعني مرور التيار في ملفات الارميتشر بيعمل هو كمان مجال. المجال ده بيعمل ايه بقى؟ المجال ده اوبوزس، بيعارض زمين فيلد ان جنريتور. لما بيمر التيار في ملفات الارميتشر بيعمل لك مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده بيعارض المجال المغناطيسي الناشئ في اقطاب المجال. يعني يا باشمهندس انت عندك دلوقتي اداه قطب، اداه القطب مثلا ده النورث، واداه يا باشمهندس القطب ده الساوز. عندك يا باشمهندس الكوموتيتور سيجمنت والروتور، عندك يا باشمهندس البراشز، عندك يا باشمهندس هنا في موصلات اهو، ما هو المفروض ان ده يا باشمهندس هو الكوموتيتور والروتور، فالروتور ده هو كمان عليه ملفات اهو، ده يا باشمهندس ملفوف عليه الملفات بتاعه الفيلد اهي، وده يا باشمهندس ملفوف عليه الملفات بتاعه الفيلد اهو. يبقى ده يا باشمهندس هو ملفات الفيلد، ده يا باشمهندس هو الفيلد وده الفيلد، اما ده يا باشمهندس هو الارميتشر. طبعا الارميتشر عليه اقطاب، فبتلاقي الاقطاب بتاعتك اهي، ادي كده الملفات بتاعته، وهنفهم دلوقتي الكلام ده بس بشكل عام. يعني المفترض المجال الاصلي فينا يا باشمهندس، المجال الاصلي ده هو الناشئ عن ملفات الفيلد، فبتلاقي المجال الاصلي بيلف من، بيروح من النورث للساوث، من النورث للساوث، من النورث للساوث، من النورث للساوث، ده المجال الاساسي، ده اللي بيسموه المين فيلد. لما بيمر تيار بقى في الارميتشر هو كمان بيعمل مجال بيعاكس المجال ده، بيعاكس المجال الاساسي ده. فده معنى كلمه الارميتشر رياكشن، افكت اوف الماجنتيك فيلد، مجال مغناطيسي الناشئ في ملفات الارميتشر نتيجه مرور تيار الارميتشر فيه طبعا، بيعارض المجال الاساسي في الجنريتور. طبعا المجال الاساسي الناشئ عن المين فيلد وايندنج. طب يا باشمهندس من الاخر بقى الكلام ده بيعمل لي ايه؟ يعني انت لما تقول لي ان في دلوقتي تيار بيمر في الارميتشر عايز اعرف المجال ده بيعمل ايه. المجال ده بيعمل تو افكتس، تو افكتس مهمين. يبقى الدكتور لما يجي يسال في الامتحان ويقول يا باشمهندس تعريف، يجي يقول لك يا باشمهندس ذا افكت اوف ماجنتيك فيلد سيت اب ان ارميتشر وايندنج اوبوزز ذا مين فيلد وايندنج، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ارميتشر رياكشن. طب يا باشمهندس الارميتشر رياكشن بيعمل ايه؟ الارميتشر رياكشن بيعمل حاجه من الاثنين، او بيعمل الاثنين.
حاجة بيسموها ديماجنتايزيشن افكت. دي ماجنتايزيشن افكت. وحاجة بيسموها كروس ماجنتايزيشن افكت. كروس ماجنتايزيشن افكت. ودي بعيدة عن الماشين يعني. بعيدة عن الماشين. كلمة ديماجنتايزيشن، كلمة ديماجنتايزيشن معناها ان انت في نفس الاتجاه، يعني معناها ان انت على نفس المنحنى او على نفس الخط ولكن باتجاه معاكس تاني. كلمة ديماجنتايزيشن لما تتقابل او تتسأل في كلمة ديماجنتايزيشن حتى لو انت مش في الماشين، ديماجنتايزيشن معناها ان انت عندك مجال اساسي في اتجاه معين. لو انت خدت الاتجاه المعاكس بتاعه ده كده يبقى اسمه ديماجنتايزيشن. يعني لو هو ناحية اليمين وانت رحت ناحية الشمال يبقى ده اسمه ماجنتايزيشن، دي ماجنتايزيشن. لو انت رحت ناحية الشمال وخدت مجال ناحية اليمين معاكس له يبقى ده اسمه دي ماجنتايزيشن. يبقى حتة الدي ماجنتايزيشن دي هو عبارة يا باشمهندس عن مجال معاكس للمجال الأساسي. يعني لو المجال الأساسي بتاعك اسمه اف ام فانت عندك مجال معاكس له مثلا اسمه اف دي. يبقى لو في مجال اساسي في مجال معاكس له، الحركه دي اسمها دي ماجنتايزيشن. ودي بتعمل يا باشمهندسين حاجه بيسموها ايه؟ حاجه بيسموها ويكنس، ويكنس اوف الاي ام اف. تاني عشان الحته دي مهمه تفهمها ومهمه في الامتحان برضو. الارميتشر رياكشن تاني معناه ان انت يا باشمهندس عندك مجال بيعكس المجال الاساسي. بالبلدي كده مجال بيعكس المجال الاساسي. المجال ده جه منين؟ جه نتيجه مرور التيار في ملفات الارميتشر، فالتيار اللي مر في ملفات الارميتشر عمل مجال عكس المجال الاساسي الناشئ من الاقطاب. خلاص مفهومه. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين. يعني ايه بحاجتين؟ يعني الكومبوننت بتاع الماجنتيك فيلد ده او المجال المغناطيسي المتولد ده بيعمل مشكلتين في المجال الاساسي. اول مشكله اسمها دي ماجنتايزيشن افكت. فبيعمل ايه؟ بيديك كومبوننت، بيديك اتجاه او كومبوننت معين من المجال، المجال ده بيعكس المجال الاساسي، بيعكس المجال الاساسي. فدي بيسموها دي ماجنتايزيشن افكت. بتعمل ايه الحركه دي؟ بتعمل اضعاف للمجال الاساسي، اضعاف للمجال الاساسي. بتعمل ويكنس للاي ام اف. يعني ايه ويكنس للاي ام اف؟ بتقلله. يعني لو الاي ام اف بتاعك مثلا لو الاي ام اف الناتج عندك بيساوي 50 فولت، فانت عندك كومبوننت هنا كده نشا من الماجنتيك فيلد او الماجنتيك افكت بتاع الارميتشر وليكن مثلا 10 فولت. فحصل عندك ايه في المجال الاساسي؟ المجال الاساسي كان بيديك 50 فولت ولكن لوجود الارميتشر رياكشن في كومبوننت عمل اضعاف لموجه الاي ام اف فقلله بنسبه 10 فولت، فاللي انت بتاخده هو 40. فالكومبوننت ده بيعمل حاجه اسمها دي ماجنتايزيشن افكت، فبيضعف المجال الاساسي، بيضعفه، بيعمل له ويكنس. ويكنس يعني بيقلل القيمه بتاعته. حلو قوي. طب التاثير الثاني اسمه كروس ماجنتايزيشن افكت. كلمه كروس يعني عمودي، عمودي. كلمه كروس يعني عمودي. يعني يا باشمهندس المجال الاساسي لو كده في كومبوننت ثانيه كده يا باشمهندس. يبقى انت عندك كومبوننت على نفس الخط ولكن معاكسه له، وكومبوننت ثانيه عموديه عليه. ده المجال الاساسي وده الكومبوننت العمودي عليه. يبقى بينشأ عندك يا باشمهندس تو كومبوننتس، كومبوننت في نفس الخط ولكن عكس الاتجاه، كومبوننت عمودية على المجال الأساسي، واحدة عمودي وواحدة معاكس على نفس الخط. المعاكس على نفس الخط اسمه دي ماجنتايزيشن، بيعمل إضعاف للمجال الأساسي يعني بيقلله. حلو قوي. الكروس ماجنتايزيشن افكت ده بيعمل إيه يا باشمهندس في الموجة؟ بيعمل حاجة اسمها ديستورتس. ركز كده في الكلمة بقى، بيعمل حاجة اسمها تشويه للمجال الأساسي. distorts المين فيلد. واحد فيهم بيعمل اضعاف للمجال، واحد فيهم بيعمل تشتت للمجال. تشتت للمجال. اللي بيعمل اضعاف ده بيقلل الجهد، بيقلل الاي ام اف. طب اللي بيعمل distort بيعمل سبارك على البراشز. شفت ارميتشر رياكشن بتعمل لك مشكلتين اهم. يبقى المشكلتين جم منين؟ جم من تو كومبوننتس للمجال. واحده فيهم بتعارض المجال الاساسي ولكن على نفس الخط، فبتعمل لك ويكنس للاي ام اف. لما تعمل ويكنس للاي ام اف او اضعاف للمجال الاساسي فده معناه ان هي بتقلل قيمه الاي ام اف اللي انت بتاخدها. طب ده يا باشمهندس بيعمل ايه كروس ماجنتايزيشن؟ بيعمل كومبوننت عموديه على المجال الاساسي. دي بتعمل ديستورتس المين فيلد.
دي بتعمل ويكنس للمين فيلد، دي بتعمل ديستورتس للمين فيلد. حته تشوه المجال دي معناها يا باشمهندس حدوث سبارك على البراشز، يعني دي تاثيرها سبارك على البراشز، ودي تاثيرها يا باشمهندس بتعمل اضعاف المجال الاساسي. يبقى الدكتور لما يجي في الامتحان يقول لك اضعاف المجال الاساسي، ايه الكومبوننت المسؤول عنه؟ الدي ماجنتايزيشن افكت. طب يا باشمهندس تشوه المجال الاساسي ايه المسؤول عنه؟ الكروس ماجنتايزيشن افكت. طب يجي يقول لك يا باشمهندس هو الارميتشر رياكشن بيعمل ايه في الدايره؟ بيعمل دي ماجنتايزيشن افكت او كروس ماجنتايزيشن، او بيعمل اضعاف للمجال الاساسي وتقليل للاي ام اف، او يا باشمهندس بيعمل تشوه المجال الاساسي وحدوث سبارك على البراشز. انا التو كومبوننتس اللي بيحصل. طب يا باشمهندس الكلام ده بيحصل ازاي؟ انا بقى يا باشمهندس فهمت الكلام اللي انت بتقول. طب الكلام ده له اكسبلانيشن؟ طبعا له اكسبلانيشن. ازاي بيحصل اصلا ارميتشر رياكشن؟ يعني انا عايز اصلا اعرف الارميتشر رياكشن ده بيحصل ازاي. ففي عندي اكسبلانيشن، في عندي اكسبلانيشن في منتهى الاهميه. الاكسبلانيشن رسوماتها اهم من الكلام اللي بيتقال فيها، يعني لما ترسم الرسمه تفهمها اكتر من لما تقعد تتكلم كتير. ففي اكسبلانيشن للارميتشر رياكشن. اكسبلانيشن لما تيجي تتكلم على الارميتشر رياكشن لازم نتكلم على اتنين كومبوننت مهمين قوي في دايره الدي سي. عندنا كومبوننت اسمه يا باشمهندسين جي ام، او جي سوري جي ان اي، وكومبوننت اسمه ام ان اي. يعني جي ان اي ويعني ام ان اي. كل كلمه في الارميتشر رياكشن مهمه، كل كلمه مهمه، لان كل كلمه ممكن تتسال فيها سؤال. جي ان اي اسمه جيومتريك نيوترال اكسس. تاني اكس كده في كل كلمه، جيومتريك، جيومتريك نيوترال اكسس. الام ان اي اسمه ماجنتيك نيوترال اكسس، ماجنتيك نيوترال اكسس. ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ تعالى نرسم رسمه كده واقول لك دول بيعملوا ايه. هتفترض يا باشمهندس ان ادي القطب بتاعك، هنرسم اقطاب كبيره كده. ادي يا باشمهندس القطب بتاعك، وادي يا باشمهندس القطب الثاني اهو. ده يا باشمهندس النورس، قطب الشمال، وده يا باشمهندس الساوث، قطب الجنوب. ادي يا باشمهندس الكوموتيتور بتاعك والروتور اهو، الكوموتيتور بتاعك والروتور. المفترض يا باشمهندس ان ده عليه البراشز. حاضر، ادي البراشز، ادي البراشز. المفترض يا باشمهندس ان القطب الموجب والقطب النورث والساوث دول كل واحد فيهم محطوط عليه ملف. حاضر، ادي ملفات المجال. ادي يا باشمهندس ملف المجال اهو، اهو يا باشمهندس، ادي ملف المجال، وادي يا باشمهندس برضو هنا ملف المجال اهو. يبقى يا باشمهندس اكتب كده الارقام بتاعتك. ده كده يا باشمهندس هو القطب الموجب اللي هو بيسموه النورس، ده بيسموه النورس بول اهو، نورس بول قطب الشمال، وده بيسموه ساوث بول اللي هو قطب الجنوب. كل كلمه اهو، ده بيسميه الفيلد وايندنج اهو، فيلد وايندنج، وده اخوه فيلد وايندنج برضو اهو، فيلد وايندنج. ده يا باشمهندس هو البراشز اهو، ده كده هو البراشز. المفترض ان الكوميوتيتور ده بيكون عليه ملفات الارميتشر، موجود عليه ملفات الارميتشر. فملفات الارميتشر بتترسم ازاي؟ بص كده اهو يا باشمهندس، ادي ملف وادي ملف وادي ملف وادي ملف وادي ملف، ادي ملف وملف وملف بالشكل ده. فاكرين لما كنت بقول لكم يا باشمهندس ان الزد، لما كنت باجي احسب حاجه اسمها التاو بي، فاكرين لما كنا بنحسب التاو بي؟ فالتاو بي دي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي الزد على البول. يعني كل قطب من الاقطاب حواليه او شايل جزء من ملفات الارميتشر. هو ده اهو، شايف القطب الجنوبي اللي هو الساوث اهو، دي الملفات اللي عليه من الارميتشر. شايف ده؟ ده يا باشمهندس ناحيه النورث. طب مين بقى في الاله، مين في الآلة اللي بيقول لي إن كل قطب بيشيل يا باشمهندس منك عدد الكوندكتورز ده؟ يبقى أكيد يا باشمهندس في حاجة بتفصلهم، أكيد يا باشمهندس في حاجة بتقول لك إن ناحية اليمين ده ناحية النورث والتاني ده ناحية الساوث، عشان كل واحد فيهم يكون واخد جزء. اللي بيقسم الآلة نصين
اللي بيقسم الآلة نصين، وخد بالك يا باشمهندس أنا مسميهم جيومتريك نيوترال أكسس أو ماجنتيك نيوترال أكسس، أكسس يعني معنى كده إن هو هيفصل خط أكسس. اللي بيفصل الآلة نصين، واحدة للنورث واحدة للساوث، خد بالك بيفصلهم يا باشمهندس، بيفصل الآلة نصين متماثلين، نصين متماثلين، اسمه جيومتريكال أو اسمه جيومتريك نيوترال أكسس. ده اللي بيفصل الآلة لجزئين متساويين، قسم الآلة اتنين نصين كده. طبعا ده يا باشمهندس فراغي، يعني محدش يجي يقول لي برضو الكلام ده بيجيبني، ده فراغيا فراغيا. يعني أنا في هم في التعارف أو هم بيدرسوا الآلات قال لك يا باشمهندس إن إحنا عندنا اتنين أكسس، أكسس فيهم بنسميه جيومتريك نيوترال أكسس. ده بيعمل إيه؟ ده بيقسم جيومتريك محل هندسي، محل هندسي، فده بيفصل الآلة إلى نصفين متماثلين. خلاص يبقى أول واحد ده بيفصل الآلة نصفين متماثلين، مالكش دعوة بيه، ده بيفصل الآلة نصفين متساويين، أوكي. بس لحد دلوقتي يا باشمهندس أنت برضو ما قلتليش بيفصل الآلة نصفين متماثلين دي محل هندسي مالناش علاقة بيه. طب إحنا بقى في شغلنا ككهرباء محتاجين أنهي منحنى؟ محتاج ده الماجنتيك نيوترال أكسس. الماجنتيك نيوترال أكسس ده هو يا باشمهندس اللي بيكون موجود عليه البراشز، ده اللي بيكون موجود عليه البراشز، وده يا باشمهندس اللي بيقسم الآلة إلى قطبين، واحد نورث وواحد ساوث، وده اللي بيقسم الآلة يا باشمهندس لملفات تبع النورث وملفات تبع الساوث. تاني، يبقى الجيومتريكال أو الجيومتريك نيوترال أكسس ده هدفه الوحيد إن هو يا باشمهندس محل هندسي عشان يفصل الآلة نصين. أنا عملته عشان أقول لك يا باشمهندس إن الآلة مقسومة لنصين، محتاجينه في أي حاجة تانية بعد كده؟ إطلاقا إطلاقا مش عايزه خالص بعد كده. ولكن من المتعارف ان احنا لازم تكون عارف لو الدكتور جاب لك في الامتحان وقال لك جيومتريك نيوترال اكسس تكون عارف ان ده اللي بيفصل الآلة نصين. خلاص بيفصل الآلة نصين زي ما تيجي على اي رسمه في رسم الهندسي في اعدادي وكنت بتيجي تاخد منحنى في النص وتقول يا باشمهندس ده الشكل بتاعك سيمتريك عند المنحنى ده. يعني ايه سيمتريك؟ سيمتريك يعني النص اليمين زي النص الشمال او النص اللي فوق زي النص اللي تحت، ده معنى كلمه سيمتريك. فده كده هو منحنى السيمتريك او ده خط السيمتريك، اوكي ده فهمته. طب انا عايز بقى اللي انا هستفيد منه اللي هيعمل لي مشاكل الارميتشر رياكشن ده فين؟ خد بالك بقى المسؤول عن حدوث الارميتشر رياكشن او حدوث مشكله الارميتشر رياكشن هو الام ان اي، ده الام ان اي اللي اسمه ماجنتيك نيوترال اكسس، ده بقى اللي هناخده ونبتدي ندرسه. طيب لما تيجي في الحاله المثاليه، في الحاله المثاليه ركز بقى معايا لان الارميتشر رياكشن هيحصل ازاي، فانا برسم لك واحده واحده. في الحاله المثاليه يا باشمهندس خط الام ان اي متعامد مع خط الجي ان اي او منطبقين مع بعض، منطبقين على بعض. يعني ايه منطبقين على بعض؟ يعني يا باشمهندس في الحاله اللي قدامك دي هو ده خط الجي ان اي وهو برضو خط الام ان اي في الحاله العاديه، لان الاله لما اتقسمت نصين فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان خط اللي قسم الاله نصين هو هو برضو نفس الخط اللي قسم القطبين لنورث وساوث، هو هو نفس الخط اللي قسم الموصلات الى نصين، واحد على النورث وواحد على الساوث، هو نفسه اللي عليه البراشز. ففي الحاله العاديه، في الحاله العاديه قبل حدوث الارميتشر رياكشن، في الحاله العاديه خط الام ان اي هو خط الجي ان اي في الحاله العاديه لحد دلوقتي. طب يا باشمهندس ما تجيب لي كده يا باشمهندس تقول لي فين الاقطاب اللي انت بتقولي عليها دي، او هنكتب الاقطاب دي ازاي؟ لما تكون يا باشمهندس ناحيه الساوث، هل لما تكون ناحيه الساوث اتجاه التيار واتجاه المجال هيكون زيه زي لو انت شغال ناحيه النورث؟ اكيد لا. طب اتجاه التيار بيتحدد ازاي؟ بص بقى، وانا قلت لك قبل كده يا باشمهندس ان الدكتور ممكن يديك حاجه اسمها دوت وحاجه اسمها كروس. يعني ممكن تلاقي الدكتور مديك في الامتحان حاجه بالمنظر ده كده نقطه، وممكن يكون مديك في الامتحان حاجه بالمنظر ده اكس. حته النقطه والاكس دي مش هتشوفها خالص الا في الارميتشر رياكشن. ليه بقى؟ لما تكون ناحيه الساوث، لما تكون ناحيه الساوث فالمجال بتاعك يا باشمهندس بيكون خارج. ولما تكون ناحيه النورث فالمجال بتاعك داخلي. اذا ركز معايا بقى كده، لما الدكتور يديك اكس في الامتحان فده معناه ان ان فيلد، ان فيلد يعني المجال داخل لجوه الصفحه، داخل لجوه الصفحه يعني اتجاه المجال كده جوه. ولما يكون الدكتور مديك دوت فده معناه ان هو اوت فيلد، خارج من الصفحه. وده معناه ايه بقى؟ ده معناه ايه؟ ان الدكتور مش هيحدد لك اتجاه التيار، ما انا هيعمل لك ايه؟ انت بقى يا باشمهندس تعالى، مش انت عايز تجيب اتجاه التيار؟ المجال هنا انت بتقول ان الدوت ده خارج من الصفحه، الدوت ده خارج من الصفحه،
يعني يا باشمهندس انا خارج من الصفحه اهو، فالمجال بتاعك بيلف كده، المجال بتاعك بيلف كده بيلف كده يا باشمهندس، معناه ان لو انت عملت خط على المنحنى ده كده، عملت خط على دول كده، فالمجال بتاعك بيمر كده، او التيار بتاعك بيمر كده. طب يا باشمهندس التاني، عمودي اللي داخل الصفحه، عمودي اللي داخل الصفحه يعني كده، يعني المجال او التيار بيلف كده، يبقى التيار بتاعك يا باشمهندس في الجزئيه دي بيلف كده. تاني مهمه جدا عشان هنفهم الكلام ده دلوقتي، الفيلد وايندنج مالكش علاقه بيه، ده يا باشمهندس هو المجال الاساسي. الجي ان ايه ده بيقسم الماشين الى جزئين متماثلين ناحيه اليمين وناحيه الشمال. الام ان اي ده الخط اللي بيكون عليه البراشز، ده الخط اللي بيقسم الاله الى نصفين، نورث وساوث، ده اللي بيقسم عدد الموصلات لجزء للنورث وجزء للساوث. طب يا باشمهندس ناحيه الساوث، ناحيه الساوث بيكون المجال بتاعك خارج، ناحيه الساوث بيكون المجال بتاعك خارج، يعني الارميتشر وايندنج المجال لما بيمر فيها تيار فالمجال خارج. اما يا باشمهندس لو انت شغال ناحيه النورث فالمجال داخل، يبقى المجال داخل ناحيه النورث والمجال خارج ناحيه الساوث. كلمه خارج هنعبر عنها بالضبط، ما لم يذكر الدكتور غير ذلك. يعني لو الدكتور جه في الامتحان وقال لك ان الاكس هي الاوت، خلاص هو حر. انما في الديفولت الدوت هي الاوت والاكس هي الان. طب لما ده يكون يا باشمهندس ان واوت، يعني ده كده معناه اوت، النقطه معناها اوت، اوت يعني انت عمودي لخارج الصفحه اهو يا باشمهندس، انا عمودي لخارج الصفحه. فالمفترض ان اتجاه التيار بتاعك ماشي كده، ماشي كده اهو، اتجاه التيار بتاعك ماشي كده اهو، اهو ده اتجاه التيار. طب لو انت عمودي اللي داخل الصفحه اهو، انا عمودي اللي داخل الصفحه، فمفترض دي بالعكس، عمودي اللي داخل الصفحه، فالمفترض ان انا بلف كده، فلما الف كده يبقى انا جاي كده وبعدين جاي كده. تقعد في الامتحان بقى تقعد تعمل لنا ايه؟ حبه بايدك، مش مشكله، مش هتفرق يعني برضو. ده الوضع العادي، ده يا باشمهندس وضع الاله العادي. انت عايز بقى تقول لي ايه؟ انا عايز يا باشمهندس اشوف الارميتشر رياكشن بيحصل ازاي. طب انت يا باشمهندس دلوقتي لو مفيش ارميتشر رياكشن، لو مفيش ارميتشر رياكشن فايه المشكله اللي بتحصل في الدايره؟ مفيش مشكله، المجال الاساسي يا باشمهندس بيمر اهو، ده المجال الاساسي اهو، بيمر من النورث للساوث، ده المجال الاساسي بتاعك بيمر من النورث للساوث. هل في اي تعارض لو مفيش ارميتشر رياكشن؟ لا مفيش. لو مفيش ارميتشر رياكشن يا باشمهندس خد بالك بس من حاجه مهمه، معنى كلمه مفيش ارميتشر رياكشن يعني مفيش تيار بيمر في ملفات الارميتشر. تاني، معنى كلمة مفيش ارميتشر رياكشن يعني مفيش ماجنتيك فيلد في الارميتشر، معناه ان مفيش تيار في الارميتشر، معناه ان الماشين دي شغالة ات نولود، الماشين دي مش متحملة اصلا. طالما الماشين غير محملة فده معناه ان مفيش ارميتشر رياكشن، معناه ان المجال الاساسي مفيش حاجة بتعرضه، المجال الاساسي بينتج ومفيش حاجة بتعرضه، لان مفيش اصلا تيار، مفيش لا حمل لا حمل نولود، فمفيش تيار هيعرضه، ففي الحالة دي يا باشمهندس مفيش حاجة. طب يا باشمهندس لما تبتدي تحمل، لما تبتدي تحط احمال، تحط احمال؟ لا يا باشمهندس، لما تبتدي تحط احمال معناها ان في تيار بيمر في ملفات الارميتشر، معناها ان ملفات الارميتشر هتعمل لك ارميتشر رياكشن. طب هتعمل ارميتشر رياكشن ازاي؟ تعال بقى نشوف هتعمل ارميتشر رياكشن ازاي. لما بيحصل ان التيار بيمر في ملفات الارميتشر، خط الام ان ايه ده بينحرف بزاويه عن خط الجي ان ايه. ازاي بقى؟ بص كده، نفس الرسمه هنا، دي رسمه اساسيه. تعال بقى شوف ايه اللي هيحصل. اللي بيحصل يا باشمهندس ان لو ده خط الام ان ايه او لو ده خط الجي ان ايه، الحاله اللي هناك دي هي حاله عدم مرور تيار في ملفات الارميتشر. مفيش تيار في ملفات الارميتشر، يبقى المجال الاساسي بيعدي ومفيش مشكله خالص يا باشمهندس، وفي الحاله دي خط الجي ان اي منطبق على خط الام ان اي والدنيا زي الفل ومفيش مشكله خالص. طب يا باشمهندس لما يبتدي يمر تيار في ملفات الارميتشر، اللي بيحصل بقى يا باشمهندس ان الخط ده اهو بتاع الجي ان اي بيفضل زي ما هو، ولكن خط الام ان اي يا باشمهندس بينحرف بزاوية معينة. خط الام ان ايه بينحرف بزاوية مقدارها سيتا، بزاوية مقدارها سيتا.
انحرف بزاويه عن خط الجي ان اي نتيجه مرور التيار في ملفات الارميتشر. حته بقى ان خط الام ان اي ده ينحرف بزاويه عن خط الجي ان اي معناها ان البراشز ما بقتش على خط الام ان اي. وضحت؟ يعني دلوقتي يا باشمهندسين في الاساس اهي البراشز منطبقه على خط الام ان اي، مالكش دعوه بخط الجي ان اي، يعني ما حدش يقول لي هي منطبقه على الجي ان اي، لا هي في الاساس منطبقه على الام ان اي. فالام ان اي مع الجي ان اي في اللحظه دي، فهم باين ان هم الثلاثه منطبقين على بعض. اتس اوكي. لما بيحصل بقى ان التيار بيمر في ملفات الارميتشر نتيجه المجال الناشئ في ملفات الارميتشر، بيبتدي يا باشمهندس خط الام ان اي ده يميل بزاويه معينه عن خط الجي ان اي، ينحرف بزاويه معينه، اهو انحرف بزاويه معينه. لاحظ بقى ان البراشز بتاعتك لسه مكانها ما اتغيرتش، ولكن اللي انحرف هو خط الجي ان اي او الام ان اي سوري. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ارجع البراشز تاني، عايز ارجع البراشز تاني تبقى على خط الام ان اي. عايز تعمل ديسبليسمنت للبراشز، عايز تحرك البراشز. فلما تحرك البراشز يا باشمهندس عشان تنطبق على خط الام ان اي، تعالى بقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل، او تعالى اصلا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في خط المجال. لحد كده الناس فهمت بس ايه اللي بيحصل في خط الام ان اي؟ انا عايز بس كل الناس فهمته ان خط الام ان اي في حاله لو مفيش تيار للارميتشر، مفيش ارميتشر رياكشن، يبقى الخط ثابت ومنطبق على جي ان اي. لما يبقى في ارميتشر رياكشن بينحرف الخط عن خط جي ان اي. بس نثبت على النقطه دي دلوقتي. لو حبينا يا باشمهندسين تكتب المين فيلد، هو المين فيلد يا شباب لما اجي ارسمه على الرسمه، المين فيلد ده اتجاهه عامل ازاي؟ بص كده، مش هو ده يا باشمهندس اتجاه المين فيلد؟ اهو ده المين فيلد. ايوه، ما هو الفيلد بتاعك بيمر من النورث للساوث، فاتجاهه يا باشمهندس هو الاتجاه ناحيه اليمين، ده بيمر من النورث للساوث، فده الاتجاه بتاعه. دلوقتي يا باشمهندسين، دلوقتي يا شباب، هل في اي تيار مر في ملفات الارميتشر في الحاله الايديال؟ مفيش. يبقى اذا المجال زي ما هو، مفيش حاجه بتعرضه. المجال زي ما هو، مفيش حاجه بتعرضه. حلوه. طب يا باشمهندس، لما الخط بتاعك انحرف بزاويه معينه، بص بقى كده فين اتجاه المجال الاساسي؟ اتجاه المجال الاساسي يا باشمهندس اهو اللي هو ده الاف ام، صح؟ طب خد بالك بقى من حاجه، خد بالك بقى من حاجه. لما كان يا باشمهندس ده الاف ام، ده الاف ام، انما يا باشمهندس ده اهو، ده هو عباره يا باشمهندس عن الاف ايه، الاف بتاع الارميتشر. ده يا باشمهندس هو المجال بتاع الام، وده يا باشمهندس هو المجال بتاع الارميتشر، اهو مجال الارميتشر كده، وده يا باشمهندس مجال الام. لما يكونوا الاثنين متعامدين على بعض كده يا باشمهندس، لما يكون الاثنين في الفراغ متعامدين على بعض كده، والزاويه ما بينهم 90 درجه كده في الفراغ، مفيش ارميتشر رياكشن في الوضع ده كده، مفيش ارميتشر رياكشن. امتى بقى يحصل ارميتشر رياكشن؟ بص بقى خليك معايا في الخط الثاني. لما انحرف خط الام ان ايه، اصبح يا باشمهندس الاف ايه مش هنا، اصبح الاف ايه هنا، وعامل زاويه مقدارها سيتا هنا. السيتا دي لما تتحلل، يعني انت عايز تحلل الاف بتاع الارميتشر ده، بيتحلل لكام كومبوننت؟ 2 كومبوننت هنا يا باشمهندس عموديه اسمها اف ايه كوزاين، ومركبه هنا يا باشمهندس اسمها اف ايه ساين. دي هي الدي ماجنتايزيشن، ودي هي الكروس ماجنتايزيشن. المجال الكلي ريزلتنت، هنا المجال الكلي وقيمته ايكوال زيرو، هنا المجال الكلي وقيمته ايكوال زيرو، هنا له قيمه تاني. اوكي، باشمهندس بيقول ما هو المجال هنا متعامد. لا يا باشمهندس، الناس ما بتحضرش المحاضره، فيا جماعه في شوية شروط بتتحط للخط بتاع الـ MNA. ايه هي الشروط بتاعت الـ MNA يا باشمهندس في الحالة الأيديال؟ لازم يكون خط الـ MNA ده يا باشمهندسين، لازم يكون خط الـ MNA ده متوافر فيه شرطين، لازم يكون متوافر فيه شرطين. الشرط الأولاني إن البراشز تكون عليه. الشرط الثاني إن الـ EMF اللي عليه لازم تكون بتساوي صفر. خط الـ MNA لازم يتوافر فيه شرطين.
شرط يا باشمهندس الاوان لازم البراشز تكون عليه، البراشز ما يكونش عليه اي مف، نو انديوسد اي مف. ومعنى كلمه نو انديوسد اي مف يعني مش عليه اصلا مجال، مفيش، ما هو نو انديوسد اي مف. ففي الحاله دي هو بس الاتجاه بتاعه باين على الرسمه انه عمودي، ولكن قيمته بتساوي صفر فهو غير مؤثر، قيمته بتساوي صفر فهو غير مؤثر. اما هنا، اما هنا في الارميتشر رياكشن، لا ده له قيمه في الارميتشر رياكشن، له قيمه لان انت قلت في الارميتشر رياكشن ايه؟ ماجنتيك فيلد سيت اب ان ارميتشر وايندنج. واصلا لو مفيش مجال في الارميتشر وايندنج المنحنى بتاع الام ان مش هينحرف، المنحنى بتاع الام مش هينحرف. معيار انحراف الام ان ايه ده؟ هو ان في مجال حصل هنا في اقطاب الارميتشر فخلت المنحنى ده لف، خلت المنحنى ده لف بزاويه معينه، فلما لف بزاويه معينه فهنا اكيد في مجال، اكيد المجال اصبح له قيمه لانه انحرف بزاويه معينه. وحته كمان ومعلومه كويسه يا باشمهندس، الخط ده ما بينحرفش في اي اتجاه، عشان برضو ما حدش يجي يقول لي يا باشمهندس هو الخط ده ما راحش ناحيه الشمال ليه؟ الخط ده بينحرف مع نفس اتجاه حركه الماشين، يعني الماشين بتاعتك لو بتلف ناحيه اليمين فهو هينحرف يمين، لو الماشين بتاعتك بتلف شمال فهو هينحرف شمال. يعني ما حدش يجي يقول لي يا باشمهندس ان هو ممكن يروح يمين او شمال، لا يا شباب مش يمين او شمال، لان خد بالك من حاجه مهمه قوي، الخط ده لو الماشين بتاعتك بتلف ناحيه اليمين وانت رسمته ان هو منحرف ناحيه الشمال فده معناه ان انت مش بتضعف المجال، ده انت بتزوده. تاني، يعني لو الماشين بتلف يمين وانت يا باشمهندس خليت الخط انحرف شمال فده معناه ان انت لما تيجي تعمل الكومبوننت هتلاقي الكومبوننت دي بتتجمع مش بتطرح، يعني ما بتعملش اوبوز، ده بتعمل ايه؟ بتساعده، فلما تساعده معناه ان انت بتزود مجال الاله مش بتقلله. فخد بالك يا باشمهندس الدكتور لما يكون رسم لك الرسمه خد بالك ان لو بيعمل لك كده، بيعمل لك سهم فوق على الرسمه كده ويكتب لك ان، فده معناه ان الماشين بتتحرك في الاتجاه ده، او يعمل لك كده ويكتب لك ان فده معناه ان الماشين بتلف في الاتجاه ده، فالزاويه على حسب اتجاه لف الماشين. فهنا هنا مثلا فرضت انه انحرف ناحيه اليمين فده معناه ان الماشين بتلف كده. طب يا باشمهندس سؤال كمان، هو ايه اللي بيخلي الماشين تلف كده؟ ليه ما تلفش بالعكس؟ ما هي ممكن تلف بالعكس، ازاي بقى؟ شايف اللي انت رسمهم هنا دول اعكسه من الناحيه الثانيه، يعني هده هنا وهده هنا، لو عكست الاقطاب اللي جوه، لو عكست الاقطاب اللي جوه في اتجاهاتها في الدايركشن فده معناه يا باشمهندس انت بتخلي الماشين تلف في اتجاه معكس. مش بيقول لك يا باشمهندس ان انت لو حبيت تعكس اتجاه الماشين اعكس اتجاه التغذيه بتاعتها؟ اه، لو انت بتغذي الماشين كده مثلا هتلف بسرعه معينه، لو انت عكست كده اللف او عكست التوصيله فانت كده هتخلي الماشين تلف بزاويه معينه او تلف بالعكس. فحتتين مهمين يا باشمهندس او ثلاث حتت مهمين، اول نقطه الام ان ايه لازم يكون الاي ام اف في العالم يساوي صفر ولازم البراشز تكون عليه. فلما تيجي في الحاله العاديه، تعالى في الحاله العاديه هتلاقي ان البراشز موجود عليه، يبقى انت كده حققت الشرط الاولاني. طب الشرط الثاني يا باشمهندس، لازم يكون الاي ام اف بيساوي صفر، اوكي، فالخط ده او الاف اللي انا راسمها دي مجازيا هي عموديه اه، ولكن يا باشمهندس قيمتها بتساوي زيرو، قيمه المجال مش موجوده، مفيش مجال معارض. اما هنا يا باشمهندس المجال بيعارض ليه؟ لان يا باشمهندس مع مرور التيار في ملفات الارميتشر انحرف خط الام ان ايه في زاويه معينه اللي هي الزاويه سيتا، وبالتالي يا باشمهندس اصبح الاف ايه مايل اهو. خلي بالك الاف ايه انت كنت رسمه المره اللي فاتت كده لان الخط ده كان مع ده، انما دلوقتي يا باشمهندس هو ده الاف ايه اهو، ادي الاف ايه، فالاف ايه اهو مايل بزاويه، الزاويه دي يا باشمهندس هتتحلل لقيمتين. وخد بالك زي ما قلت لك الاف ايه هنا ليها قيمه، اما الاف ايه هناك ملهاش قيمه، فحتى لو هي معارضه يا باشمهندس اوبوزس فهي ملهاش قيمه، مش بتعارض حاجه اصلا. طب هنا يا باشمهندس الاف ايه؟ لا الاف ايه هنا ليها قيمه، قيمه بتتحلل كوزين وقيمه بتتحلل ساين، بيديك مركبه عموديه وبيديك مركبه مماسيه. ها المركبه المماسيه بتعمل ايه؟ بتعمل دي ماجنتايزيشن افكت، يعني بتعمل يا باشمهندس اضعاف للمجال الاساسي. اما يا باشمهندس الثانيه بتعمل كروس ماجنتايزيشن افكت، بتعمل تشويه للمجال الاساسي. يبقى عرفنا منين يا باشمهندسين بيحصل عندك ان انت بيحصل عندك المشكله بتاعه الكروس ماجنتايزيشن وبيحصل عندك المشكله بتاعه دي ماجنتايزيشن؟ اه عرفنا يا باشمهندس، كويس قوي، عرفنا يا باشمهندس بيعمل ايه وعرفنا يا باشمهندس التفسير بتاعه. طب انا يا باشمهندس لو سمحت عايز اعالجه. طيب عشان تعالجه تعالج السببين بتوعه، هو بيعمل دي ماجنتايزيشن افكت وبيعمل كروس ماجنتايزيشن افكت، يعني بيعمل اضعاف وبيعمل ديستورت، يبقى انا عايز اعالج الاضعاف من ناحيه وعايز اعالج الديستورت من ناحيه.
معالجه الارميتشر رياكشن بتتم بثلاث طرق، بتتم بثلاث طرق، اتنين منهم بيعالجوا حته الديستورت، واحده منهم بتعالج حته الدي ماجنتايزيشن. حته الدي ماجنتايزيشن دي سهله قوي، حد كده يفكر معايا يقول لي لو انا عايز اعالج الدي ماجنتايزيشن ده اللي هو بيعمل اضعاف للمجال الاساسي ده اعمل ايه؟ ممتاز باشمهندس، بيقول لي ما تيجي نزود المجال بتاع الاقطاب، نزود مجال الاقطاب، نزود المجال بتاع ده. ما انت يا باشمهندس لو زودت المجال بتاع ده يعني مثلا بيعمل ايه؟ يجي يقول لك مثلا الارميتشر رياكشن يبقى في حدود قد ايه؟ 10 فولت 15 فولت مثلا. طب ما انا 10 15 فولت اللي انا هفقدهم دول تعالى يا باشمهندس نزودهم اساسا عن طريق ان انا ازود عدد لفات الملفات الملفوفه على الاقطاب دي، وبالتالي هزود المجال على الاقطاب، وبالتالي هزود الاي ام اف المتولده، وبالتالي حتى لو ضاع من الارميتشر رياكشن انا هاخد نفس القيمه اللي انا عايزها منه. يبقى يا باشمهندس معالجه حته الويكنس بتاعه الاي ام اف او حته الدي ماجنتايزيشن عن طريق زياده عدد لفات ملفات الفيلد على الاقطاب، ده هيخلي الاي ام اف بتاعتك تزيد، وبالتالي يا باشمهندس تقدر تعالج مشكله نقص الاي ام اف نتيجه الارميتشر رياكشن. طب حته الكروس ماجنتايزيشن افكت، لا بقى حته الكروس ماجنتايزيشن افكت دي انت عايز يا باشمهندس خلي بالك حته انك تلغي، ركز بقى كده، خلي بالك انت ممكن تفهم الاثنين من على الرسمه برضه. تعالى كده نرسم الرسمه الكليه اللي هو الرسمه اللي كنت رسمها لك من شويه. ادي يا باشمهندس الاف ام اهو، خد بالك لما تيجي ترسم خليك دقيق، يعني خليك دقيق. طبعا يا باشمهندس لما تيجي ترسم الاف ايه اللي هو المعاكس دي ماجنتايزيشن ما ترسموش قده، ما هو قده ده معناه ان المعاكسين هيطلع زيرو، لا لما تيجي ترسمه بترسمه كده يا باشمهندس، اهو بص نقطه بترسمه قيمه صغيره كده، بتقول ان ده يا باشمهندس هو الاف اي بتاع الدي ماجنتايزيشن، وده يا باشمهندس هو الاف اي بتاع الكروس ماجنتايزيشن. حلو قوي، انت عايز تلاشي ايه؟ انا عايز في الاول الاشي حته الدي ماجنتايزيشن. عايز تلاشي الدي ماجنتايزيشن، الدي ماجنتايزيشن ده قيمته قد كده، طب ما انا ازود قيمته دي الناحيه الثانيه، يعني تعالى كده في الناحيه الثانيه دي وتعالى زود على الاف ام ده حته عشان تلاشي الحته دي. عايز تعمله ازاي؟ والله يا باشمهندس عن طريق ان انا هزود عدد لفات الملفات بتاعه المجال، وبالتالي الاي ام اف بتاعها هيزيد، وبالتالي يا باشمهندس اقدر الاقي حته الاف اي دي، ده هيروح مع ده فاخد المجال اللي انا عايزه الاساسي. طب انت عايز تلاشي ايه تاني؟ انا عايز الاشي بقى كروس ماجنتايزيشن، يعني عايز اديله كومبوننت عكسه، كومبوننت عكسه. يبقى انت عشان تلاشي حاجه اديله حاجه معارضه له، اديله حاجه اوبوز، اديله حاجه بالمقابل بالعكس، هنا هتزود المجال. طب دي فهمناها. طب دي بقى اعمل ايه؟ هتحط يا باشمهندس ملفات في الارميتشر وتمرر فيها تيار تعمل لك مجال عكس المجال اللي بيضيع في الكوميتيشن او عكس المجال اللي بيضيع في الارميتشر. بمعنى يعني يا باشمهندس انت عندك ملفات الارميتشر الاساسيه، ملفات الارميتشر الاساسيه لما بيمر فيها تيار بتعمل لك خط اللي هو الاف اي كروس ماجنتايزيشن ده، حط ملفات ثانيه معاه وخلي التيار بكونكشن معينه، خلي التيار يلف فيها بالعكس، يعني بدل ما التيار هنا بيمشي باتجاه معين خلي الاقطاب او المجالات اللي انت هتحطها او الملفات اللي انت هتحطها التيار يمشي فيها بالعكس. فلما التيار يمشي فيها بالعكس جوه الارميتشر هيبقى في تيارين، واحد ماشي باتجاه والتاني ماشي عكسه، ففي مجال والتاني مجال عكسه، فيلاشوا هما الاثنين بعض، وبالتالي تنهي حته الكروس ماجنتايزيشن دي. يعني يا باشمهندس واحده فيهم بتتعالج عن طريق ان انت تلعب في ملفات المجال، يعني واحده فيهم بتتعالج عن طريق ان انت تلعب في ملفات المجال، واحده فيهم بتتعالج عن طريق ان انت تلعب في ملفات الارميتشر. تلعب في ملفات المجال يعني تزود لفات ملفات المجال بتعالج الدي ماجنتايزيشن. طب ملفات الارميتشر تعالجها ازاي؟ باحدى طريقتين. الطريقه الاولى يا باشمهندس، الطريقه الاولى انك توصل ملفات جوه الارميتشر، توصل ملفات جوه الارميتشر. فالطريقه بتاعه توصيل الملفات دي بيسموها كومبنسيتنج وايندنج. في طريقه اسمها كومبنسيتنج وايندنج. الطريقه دي يا باشمهندسين كل اللي هو بيعمله ان هو بيجي على ملفات الارميتشر ويقوم جاي موصل معاها ملفات تانية توالي، يجي على ملف الارميتشر ويوصل معاه ملف تاني توالي، بس لازم يكون التيار في الملف ده ماشي كده ولازم يكون التيار في الملف ده ماشي كده. يعني يا باشمهندس لو انت عندك مثلا بص كده، ادي القطب اهو وادي يا باشمهندس القطب اهو، لو ده واحد اتنين خلي ده اتنين واحد، اعكسوا يعني. لو انت جبت قطب فالبداية بتاعت القطب واحد اتنين اعكس فتبقى اتنين واحد، فلو التيار بيمشي كده فالتيار الناحية التانية هيمشي كده.
اكس اكس قطب، وصله توالي اه بس اعكسه اعكسه، فبيوصل توالي ولكن اتجاهين التيارات معكوسين، فهنا في مجال وهنا في مجال بيلاشوا بعض. طبعا انت وحظك بقى، يعني انت لو معلم قوي هات يا باشمهندس نفس الملفات نفس الملفات، يعني هات نفس عدد اللفات هنا هو نفس عدد اللفات هنا، والطيار هيمر في مره اتنين ويخلص الدنيا. لو انت مثلا عايز تقلله بصيغه معينه، عايز تقلله شويه صغيرين، عايز تقلله شويه كتار، براحتك زي ما انت عايز. المهم في طريقه اسمها كومبنسيتنج وايندنج، بيلف مجموعه من الملفات توالي مع ملفات الارميتشر ولكن باتجاه معاكس للتيار، وده يا باشمهندس بيخلي المجال هنا يعرض المجال هنا، وبالتالي بنخلص من الحته بتاعه الكروس ماجنتايزيشن دي. طب يا باشمهندس انا مش عايز استخدم كومبنسيتنج وايند، ما عايز استخدم ايه؟ في حاجه ثانيه اسمها انتر بولز. انتر بولز ايه الانتر بولز دي بقى؟ بيجي يا باشمهندس جوه الماشين ويزود اقطاب، يجيب قطب كده كمان وقطب كده كمان، والقطب ده بيوصل عليه ملف والقطب ده بيوصل عليه ملف، وياخد الملف ده اهو يوصله بملف الارميتشر، وياخد الملف ده ويوصله بملف الارميتشر تاني. يعني يا باشمهندس يا اما تجيب ملفات توصلها، يا اما تجيب انتر بولز اقطاب بينيه بيسموها الاقطاب البينيه. يعني الاقطاب البينيه بيجي يحشر قطبين كده، ياخد قطبين ويقوم جاي حاططهم جوه الماشين، القطبين دول بيلف عليهم يا باشمهندس ملفات برضو، والملف ده بيوصله يا باشمهندس بملف الارميتشر توالي، والملف ده بيوصله بملف الارميتشر توالي، بيمرر فيهم التيار برضو باتجاه معين عكس اتجاه ملفات الارميتشر، وبالتالي يا باشمهندس بيعكسه ويلغي الحته دي. ولكن حته الانتر بولز دي غاليه، فما ينفعش نستخدمها الا مع الماشينز الكبيره. مع الماشينز الكبيره استخدم انتر بولز، مع الماشين الصغيره استخدم كومبنسيتنج وايندنج. يبقى في حلول، الكومبنسيتنج ارخص، فالكومبنسيتنج استخدمه لما يكون بتتعامل مع ماشين صغيره. ليه؟ قليله شويه ولكن الكوست بتاعها ايه؟ مريح، فهنا دي مش مهمه. اما يا باشمهندس في الماشينز الكبيره انت محتاج كفاءه عاليه، فبتستخدم الانتر بولز، كفاءتها اكبر ولكن يا باشمهندس الكوست بتاعها كبيره. فعند اللارج ماشين استخدم الانتر بولز عشان تديك كفاءه كويسه في الارميتشر اكشن، وعشان خاطر كمان الكوست بتاعها مرتفع. ده كده يا باشمهندس هو الارميتشر اكشن، كل اللي انت مطالب بيه في الارميتشر اكشن. طبعا يا باشمهندس لو الدكتور جه في الامتحان بقى وقال لك طيب ما تيجي كده ترسم لي الدايره بتاعتك في اي ماشين، مثلا تعالى مثلا نتعامل، عارف انت التوصيله بتاعه الشنط كونكشن، يجي يقول لك يا باشمهندس ارسم لي توصيله الشنط كونكشن، او يجيبها لك مرسومه بس تلاقيها مرسومه بالمنظر ده. الشكل ده برده مش هتشوفه الا هنا بس. ادي يا باشمهندس ملف الشنطه اهو، اظن انت عارف ملف الشنطه ما فيهاش مشكله، وادي يا باشمهندس ملف الارميتشر اهو. هتلاقي الدكتور بقى كاتب لك في الامتحان ايه؟ شوف بقى، بص كده. تيجي انت بقى في الامتحان عمرك ما شفت الشكل ده. ادي يا باشمهندس الفي تيرمينال، ها تاني وهنفصل كل حاجه. ادي الفي تيرمينال، ما هو خد بالك برده يا باشمهندس من حاجه، انت لما تستخدم الكومبنسيتنج وايندنج، ما هو الكومبنسيتنج وايندنج ده عباره عن ملف يا باشمهندسين، ملف يعني بيتضاف، والانتر بولز دي ما هي عباره عن ملف هي كمان فبتنضاف. فلو الدكتور قال لك ارسم الايكويفالنت سيركت، او جاب لك الايكويفالنت سيركت مرسومه، لو جاب لك الايكويفالنت سيركت مرسومه وقال لك يا باشمهندس ان ده الانديوس دي ماف اه، وده يا باشمهندس هو ملف الشنط تمام، وده يا باشمهندس هو ملف السيريز، او سوري ده ملف الارميتشر، ده بقى اسمه الار سي اللي هو الار كومبنسيتنج، ملف الكومبنسيتنج اللي هيضيفه ده، ما هو متوصل هو كمان توالي مع ملفات الارميتشر اهو. وده اسمه الار اي اللي هو الار انتربول. لو انت يا باشمهندس هتوصل ملفات انتربولز فهتعمل الار اي، لو انت هتوصل الاثنين يبقى ادا المقاومه بتاعه الانتربولز وادا المقاومه بتاعه الايه الكومبنسيتنج. لو انت هتوصل الكومبنسيتنج بس شيل الانتربول، لو انت هتوصل الانتربول بس شيل الكومبنسيتنج، الكونكشن على بعضها ان هما الاثنين متوصلين توالي. هي الفكره بس اللي الدكتور عايز يوصلها لك من المنحنى ده او من الفكره دي، هو انه يقول لك بس ان انت لما تيجي توصل الانتربول بتتوصل توالي مع ملفات ارميتشر، لو انت بتوصل ملف الكومبنسيتنج بتوصل توالي مع الارميتشر. دي الحته دي بس عشان يعرفك ان هما توالي، فقط عشان يعرفك ان هما توالي. اه ايه بيكون ايه؟ لا مش بين اقطاب ملفات المجال ولا حاجه، ده بس انا بحطه علشان خاطر. لا يا باشمهندس مش بين اقطاب ملفات المجال، اقطاب ملفات المجال ايه؟ ده بنوصله بملفات الارميتشر، ملوش علاقه بملف المجال.
ده بيمر فيه نفس التيار بتاع الارميتشر بس باتجاه معاكس. بس بدل ما انا حاطه كومبنسيتنج وايندنج كده بوصل زياده مع الملفات، لا ده انا حطيتها على اقطاب. دي كل فكره، حطيتها على اقطاب بس لصعوبه توصيل ملفات المجال العاديه في اللارج ماشين. ما ينفعش في اللارج ماشين في ملف الارميتشر ان انا اوصل معاه ملفات، فبوصلها على اقطاب. اما في الملفات الصغيره ينفع ناخد الملف ونوصل عليه، لان الملف بيبقى صغير عادي ممكن نلف عليه ما فيش مشكله. الملفات اللي هي الماشينز اللي هي الصغيره 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، انما الملفات اللي بتوصل ل 50 كيلو وبتوصل ل 100 ميجا وبتوصل للارقام دي لا صعب، لازم نستخدم انتربولز. يعني الناس بس تخلي بالها من حاجه، الماشينز مش قطبين، ممكن تكون اربعه. يعني الماشين دي ممكن تكون اربع اقطاب اهو، في قطب كمان هنا وفي قطب كمان هنا. لما تيجي تحط الانتربولز بقى، ما انت ممكن تحط الانتربولز هنا كده او هنا كده او هنا كده اهو او كده. اه بالظبط، فمش فارقه يعني وضع الاقطاب مش فارقه، وضع الاقطاب مش فارقه. كوموتيشن، كلمه كوموتيشن مشكله الكوموتيشن او مشكله التوحيد دي هي ظاهره انعكاس التيار، انعكاس التيار داخل ملف الارميتشر. لما التيار بيمر في الارميتشر بيعمل لك مجال، فبيعرض المجال الاساسي، دي بنسميها ارميتشر رياكشن. لو التيار اتعكس جوه ملفات الارميتشر حصل ريفرسال للكرنت، يعني التيار بدل ما كان ماشي في اتجاه اتعكس في الاتجاه الثاني، ظاهره انعكاس التيار داخل ملفات الارميتشر هي دي اللي اسمها كوموتيشن. هي دي اللي اسمها كوموتيشن، انعكاس التيار في ملفات الارميتشر، انعكاس التيار في ملفات الارميتشر. ايوه بتنعكس ازاي؟ يعني ايه انعكاس التيار في ملفات الارميتشر؟ بيرسم منحنى كده يا باشمهندسين يعرفك ازاي التيار بينعكس جوه الملفات. فبيقول لك ان انت لو عندك الفولت، ولو انت عندك يا باشمهندس او سوري انت عندك التيار اللي هو مر في ملفات الارميتشر وعندك التايم اللي هو الزمن. فبيقول لك ايه؟ ان التيار في ملف الارميتشر مثلا هيبدا من قيمه عليا. وليكن مثلا يا باشمهندس قيمه ال 20 امبير. وبعدين بيبتدي ينزل معاك لحديت يا باشمهندس ما يوصل للنقطه رقم 10. يعني بيوصل يا باشمهندس الى 10 فولت. وبعدين يا باشمهندس بينزل للصفر. وبعدين بينزل للسالب 10 وبعدين بينزل للسالب 20. يعني بينزل بشكل خط مستقيم بالشكل ده كده. ده هو تيار الارميتشر، ده هو الارميتشر كارنت. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس ان انا لو عندي، انا لو عندي ملف، مجموعه من الملفات تحت الكوميوتيتور سيجمنت. التفسير ده مهم يا شباب جدا. عندي عدد من الكويلز، الكويلز دي هي ملفات الارميتشر، خد بالك. يعني ده يا باشمهندس هو ملف الارميتشر رقم 1، ده الارميتشر رقم 2 3 4، دي كويلز 5. مجموعه من الموصلات دي هي بتمثل ملفات الارميتشر، كل كويل بيمثل بموصل. والمفترض ان كل واحد من دول، كل واحد من دول ما بينه وما بين الثاني متوصل على كوميوتيتور سيجمنت. هذا الكوميوتيتور سيجمنت. والمفترض ان البرش متوصله على الكوميوتيتور سيجمنت. فبيقول لك لو انا مثلا موصل البرش هنا، هنسمي السيجمنت دي 1 2 3 4 تاني. دي مجموعه من الموصلات المحطوطه على ملفات الارميتشر، كل موصل انا مسميه 1 2 3 4 5 متوصلين مع بعض على التوالي. كل واحد فيهم بينه وما بين التاني متوصل على الكوميوتيتور سيجمنت. وبعدين يا باشمهندس فوق الكوميوتيتور سيجمنت دي محطوط البراشز، فانا حطيت البراشز بالوضعيه دي الاول، البراشز بالوضعيه دي الاول. هل يا باشمهندس التيار اللي رايح للبراشز قيمته بتساوي كام؟ لما تيجي تبص على المنحنى اللي جنبك ده مثلا، انت بتقول ان اول قيمه لملف الارميتشر قيمتها 20. فحاضر يا باشمهندس، يعني انت بتقول ان التيار المار في ملف الارميتشر بيساوي 20.
فادى يا باشمهندس التيار اللي مر في ملف الارميتشر ده اهو بيساوي 20، والتيار اللي مر في ملف الارميتشر ده بيساوي 20، والتيار اللي مر في ملف الارميتشر ده بيساوي 20، والمفترض يا باشمهندس اللي ماشي بده 20 واللي ماشي بده 20. البراشز محطوطه فين؟ البراشز محطوطه هنا. موضع البراشز ده يا باشمهندس المفروض ان انت بتاخد من عليه جهد كلي او بتاخد من عليه تيار كلي. لو هو قال لك يا باشمهندس ان التيار على البراشز اللي انا عايز اخده عباره عن 40 امبير وهيثبتهم، يعني هو بيقول لك ان انا عايز اخد من على البراشز دي تيار قيمته 40 امبير، فانت هتعمل ايه يا باشمهندس؟ لما تيجي ترسم التيار هنا اتجاهه هيترسم ازاي؟ يروح ناحيه اليمين ولا يجي ناحيه الشمال؟ يعني لما تيجي ترسمه يكون جاي كده ولا جاي كده؟ وخد بالك برضو من حاجه عشان الناس تخلي بالها من حاجه، انا لما كنت برسم اللف يا باشمهندسين كان في عندك في اللف شويه ملفات التيار ماشي فيها الاعلى وشويه ملفات التيار ماشي فيها الاسفل. ده لو انت بتوصلهم ازاي؟ بص كده، ده لو انت موصلهم كده، يعني لو انت موصلهم كده ففي شويه ماشي فيهم التيار الاعلى وفي شويه ماشي فيهم التيار الاسفل. طب لو انت قلبتها يعني خليتها في الوضع الهوريزونتال، ما هي هي، ما لو في الوضع الهوريزونتال هتلاقي برضو في شويه منهم رايح التيار وشويه جاي منه التيار، ما هو ده، يعني في شويه ملفات التيار رايح لها وفي شويه ملفات التيار داخل لها. وقبل كده يا باشمهندس قلت لك انك لما بتيجي تختار، لما بتيجي تختار يا اما تختار التيارين داخلين للبرش يا اما تختار التيارين خارجين من البرش. خلي بالكم احنا هنا بنعيد تاني نفس الكلام اللي احنا قلناه في اللف. فهنا يا باشمهندس عند البرش دي يا اما التيار داخل لها الاثنين، يعني التيارين اللي جايين من ملفين داخلين لها هما الاثنين، يا اما الاثنين خارجين منها. طب لما تيجي تبص، لما تيجي تبص كده هتلاقي التيار هنا يا باشمهندس طالع 40، فانت عايز التيارين اللي داخلين للبرش هما الاثنين يكون مجموعهم بيساوي 40. عايز مجموعهم يساوي 40، يعني يا اما التيارين يكونوا داخلين قيمتهم 20 و20 عشان خط ده يطلع 40، وعشان ده يطلع 40 يبقى لازم يكون اللي داخل للبرش او اللي داخل للسيجمنت اللي عليها البرش تيارين، واحد منهم جاي من الملف قيمته 20 والتاني جاي 20، او واحد 10 والتاني 30، او العكس، او واحد 0 والتاني 40. يعني المهم ان يكون فيها باشمهندس 20 بتوصل على الموضوع. طب اجيبهم ازاي يا باشمهندس؟ تعالى كده، المفترض ان البرش بتاعتك دي محطوطه فين؟ محطوطه على السيجمنت رقم 3. طب والسيجمنت رقم 3 دي متوصله بكام كوندكتور؟ 2 كوندكتور، 2 كوندكتور، 3 كوندكتور، 4. طب كوندكتور 3 اتجاه التيار فيه 20، يبقى غصب عني لازم التيار في كوندكتور 4 يكون 20 بالاتجاه ده. طب ليه؟ عشان ده يخش النود وده يخش النود والاثنين يدخلوا هنا يطلعوا 40 امبير. ده في وضع البرش دي. يبقى دلوقتي يا باشمهندس التيار اللي مر هنا بيساوي 20، والتيار اللي مر هنا بيساوي 20، والاثنين اتجمعوا على السيجمنت. هنسمي يا باشمهندس الموصل ده ايه؟ هتسمي الكوندكتور اللي في النص ده ايه؟ تعالى يا باشمهندس ناخد البرش دي وننقلها، يعني ننقلها. بص بقى كده، البرش دي وليكن يا باشمهندس اتحركت هنا، فهمنا الوضع الاولاني؟ اه. طب لو البرش جت كده، جت في النص على 2 كوموتيتور، يعني جت كده يا باشمهندس، وبرضو انا عايز اخد منها تيار قيمته 40، يعني جت بقى على 2 كوموتيتور سيجمنت، جت على 2 كوموتيتور سيجمنت، ده وده، فاصبح يا باشمهندس جاي لها تيار من الفرع ده اهو وجاي لها تيار من الفرع ده اهو. يعني المفترض يا باشمهندس يا اما التيار ده يكون 20 وده 20، يا اما ده 30 وده 10، يا اما ده 10 وده 30. خد بالك بقى من اللي هقوله تاني. الفكره يا باشمهندس اللي انا عايز اوصلها لك ان عايز اقول لك ان الكوموتيشن بيحصل نتيجه تحرك او نتيجه الديسبليسمنت بتاع البراشز. خد بالك يا باشمهندس حته الكوموتيشن والارميتشر اكشن، السبب الاثنين او السبب في حدوث الاثنين هو موضع البراشز. البراشز بتاعتك بيتعملها ديسبليسمنت، والارميتشر اكشن والكوموتيشن الاثنين بيعملوا سبارك، يعني الاثنين بيعملوا شراره في الاله، احيانا كده يا باشمهندس تكون شغال عادي ومفيش مشكله، انت عايز تشيل موصل، لما تنزله ان شاء الله في الترم الثاني في المعمل هتلاقي ان انا ممكن اكون موصل التوصيله بتاعتي على الماشين، وتيجي مره واحده انت مثلا عايز اوريك شكل الشراره ده بيحصل ازاي، فتقوم جاي وانت شغال شايل وصله من الوصلات في الماشين، ماشين شغاله ودايره، وانت جيت عايز تشوف الشراره، شيل اي كونكشن من الدايره. لما تيجي تشيل كونكشن من الدايره بتلاقي في شراره طلعت كده. الشراره دي سببها حصل كوموتيشن وارميتشر اكشن. انت الشراره اللي انت شفتها دي ده السبب فيه ارميتشر اكشن وكوموتيشن.
مفيش شراره بتحصل في الماشينز الا اذا حصل فيها الكلام ده. يبقى يا باشمهندس الكوميتيشن سببه ديسبليسمنت للديسبليسمنت للبراشز، الثاني برضو سببه ديسبليسمنت للبراشز. هنا في الوضع الاولاني البراشز بتاعتك يا باشمهندس كانت موجوده على كوميتيتر سيجمنت واحده، فاللي حصل يا باشمهندس ان هي كانت موجوده ما بين 3 و4، فقلت ان الثلاثه خلي بالك انا واخد ان التيار قيمته 20. قيمته 20 في انهي موصل؟ انا هاخد مثلا التيار ده هو يا باشمهندس او الحته دي موجوده عند الموصل رقم ايه. يعني الموصل رقم ايه قيمته في الحاله الاولى لما كانت البراشز موجوده على الكوميتيتور رقم 3 قيمته يا باشمهندس كانت 20، ولما اتجمع مع ال 20 بتاعه الموصل رقم 4 فالاثنين دخلوا جوه ال 3 فاتجمعوا فاداك 40. طب يا باشمهندس لما البراشز اتحركت ناحيه الشمال جت بقت على 3 وبقت على 2، هناخد قيمه التيار في الموضع الاول ده لما كانت يا باشمهندس البراش بتاعتك موجوده على الكوميتيتور سيجمنت رقم 4 او لما على الكوميتيتور سيجمنت رقم 3. طب لما كانت قيمته 10 موجوده يا باشمهندس عند البراش موجوده عند 2 و3، يعني موجوده عند الموضعين. يعني يا باشمهندس قيمه التيار اللي بيمر في الايه ده قيمته مقدارها 10. طب ما تيجي تبص كده لما بقت قيمتها بتساوي 10 ايه اللي حصل؟ بص كده، بص خليك معايا. ال20 وال10 هيدخلوا هنا يبقوا كام؟ طب دي 20 داخل وخارج 10 يبقى يدخل هنا كام؟ ال10 وال30 يدوك كام؟ 40. يبقى في الموضع الثاني هقولك ال40 برضو، ولكن قيمه الارميتشر رياكشن انخفضت مع الزمن او قيمه التيار انخفضت مع الزمن. طب الموضع الثالث، بص بقى كده الموضع الثالث، الموضع الثالث لما كانت التيار في الارميتشر على الاي بيساوي صفر فبرضه يا باشمهندس البراشز ستيل موجوده عند 2 و3. بس خد بالك بقى، ركز كده ركز، ها هتخلي ده بصفر يعني التيار اللي عليه بيساوي زيرو. اسال الايه؟ لا على ستوك شو عشان اسمعك. افتراضيه، ده احنا بنحط بس قيمه عشان نعرفك بس القيمه. دي افتراضيه، دي مش قيمه حقيقيه. اتجاهات، انه اتجاه الاتجاه فرض. يعني ممكن يا باشمهندس انت تفرض الاتجاه بالعكس بالمعاكس عادي مش مشكله برضه. يعني ممكن ارسم الرسمه كده وارسم الرسمه كده مش فارقه خالص من حاجه. الموضع الثالث لما يكون التيار بيساوي صفر. ادي 20 داخل 20 وهنا 20 داخل يبقى كام؟ يطلع كام؟ 40 برضو. طب يا باشمهندس الموضع الثالث او الموضع الرابع برضو يا باشمهندس لما تكون البراش بتاعتك موجوده عند 2 و3، اذا عند 2 و3 عندك 3 حالات. الحاله الاولى يا باشمهندس ان يبقى التيار 10 في نفس الاتجاه بتاع ده فيديك 30 و10، او يا باشمهندس بيساوي صفر فده 20 وده 20، او يا باشمهندس ده اتجاهه يتعكس ويبقى قيمته 10. ففي الحاله دي ال10 وال20 هنا يجي 30 وهنا يجي 10 برضه هيديك 40. طب الموضع الاخير، الموضع الاخير لما البراشز كلها تنتقل يا باشمهندس ناحيه 2، يعني يا باشمهندس البراش دي جت كلها عند 2 بس اصبحت قيمه ده 20، يبقى 20 و20 يجوا هنا يبقوا 40 وتطلع على البراش تبقى 40. يبقى انا يا باشمهندس عندي 5 حالات لوضع ملفات الارميتشر او لوضع تيار الارميتشر مع الزمن. قيمه معينه بوزيتيف 20 30 40، باشمهندس كان بيسالني القيم دي منين؟ القيم دي قيم فرضيه من عندي. هو كده كده انت بتحسب تيار الارميتشر بتاعك وبتعرف تيار الارميتشر قيمته كام ماكسيمم. يعني ده يا باشمهندس هو الماكسيمم فاليو بتاع التيار الارميتشر. شوف التيار الارميتشر بتاعك كام موجود في الدايره اخره كام، ودي طبعا يا باشمهندس بتكون موجوده على الماشين. يعني وانت على الماشين كده من بره بتشوف بتعرف القراءات. فانت مثلا بيقول لك ان تيار الارميتشر مثلا قيمته 5 امبير. يبقى يا باشمهندس هو بيتدرج ازاي جوه الدايره؟ بيتدرج يا باشمهندس من 5 امبير بالموجب ومثلا 2.5 ومثلا يا باشمهندس 2 ومثلا يا باشمهندس 1 وصفر وسالب 1 وسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 وسالب 5. خلاص يبقى هو بيتدرج بهذه القيمه. طبعا يا باشمهندس التدرج اللي بيحصل ده، التدرج اللي بيحصل ده وضع البراشز بيختلف معاك وانت ماشي. وضع البراشز بيختلف، ده كان على 3 وكان على 2. طبعا باشمهندس يسالني يقول لي هو وضع البراشز بيختلف ازاي؟ حد يسالني وضع البراشز بيختلف ازاي؟ اختلاف منحنى الام ان ايه؟ هو الام ان ايه ده مش بيتحرك و
ومفترض الام ان ده بيتحرك مع الديسبيسمنت بتاعت براشز، هما الاثنين بيتحركوا حلو، والبراشز بتتحرك ازاي برضو. خلي بالك يا باشمهندس، انت قلت ان الام ان ده وهمي، انت بتقول لي الام ان ده وهمي، امال البراش بتتحرك ازاي؟ ما هي بتتحرك يا باشمهندس مع حركه المشين. هو المشين دي مش بتتحرك يعني، البراشز لو موجوده كده مش البراشز دي يا باشمهندس مع حركه المشين بتلف؟ ما هي بتلف، ما هو المشين بتلف من جوه يعني، الروتور ده ما هو بيلف، وطالما الروتور بيلف يبقى البراشز بتلف معاه، وطالما البراشز بتلف معاه يا باشمهندس يبقى في موضع معين بتكون الارميتشر رياكشن مش موجوده، وموضع تاني بيكون فيه قيمه للارميتشر رياكشن، وموضع تاني فيه، وموضع تاني فيه. لما يكون موضع الارميتشر رياكشن او لما يكون موضع النيوترال اكسس بتاعك كده، يبقى ده معناه يا باشمهندس ان مفيش ارميتشر رياكشن. طب كل ما تلف بقى بزاويه معينه، كل ما تبتدي تلف بزاويه معينه كل ما يبقى في ارميتشر رياكشن، كل ما تبتدي تلف بزاويه معينه كل ما يبتدي في ارميتشر رياكشن. طب يا باشمهندس اللي انا رسمه ده مش كوموتيشن، اللي انا رسمه ده يا باشمهندس هو الوضع العادي اللي بيحصل جوه الماشين. طب الكوموتيشن بقى بيحصل ازاي؟ الكوموتيشن يا باشمهندسين بيحصل، خلي بالك العلاقه اللي انت شايفها قدامك دي علاقه لينير. يعني ايه علاقه لينير؟ يعني التيار بتاعك يا باشمهندس بيزيد وبينقص بشكل طردي، بشكل طردي مع الزمن. يعني يا باشمهندس مع زمن معين بتبتدي تقل بشكل واحد براحه، واحده واحده، ستيب باي ستيب. انما يا باشمهندس لو انت التيار بتاعك انخفض بشكل نون لينير، نون لينير يعني التيار بتاعك جزء معين، يعني مثلا التيار هنا كان بيمر ازاي؟ 20 10 0 10 او سالب 10 سالب 20. طب لو لقيته بقى يا باشمهندس بينزل ازاي؟ 20 18 17 15 14 12 8، التيار بينخفض بشكل نون لينير. لو انخفض التيار بشكل نون لينير في ملفات الارميتشر ده بيسبب سبارك، وهو ده الكوموتيشن. الكوموتيشن هو انخفاض التيار في ملفات الارميتشر او انعكاسه بس بشكل غير منتظم، نون لينير، نون لينير. فتلاقي الدكتور رسم لك المنحنى ده ويقول لك ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايديال كوموتيشن. المنحنى الاولاني ده اسمه ايديال كوموتيشن. ايديال يعني مفيش، ايديال مفيش حاجه خالص. انما ده لا، ده الكوموتيشن البراكتيكال، ده الايديال وده البراكتيكال. البراكتيكال في الواقع لا يا باشمهندس هو ما بيقلش كده. امال في الواقع بيقل ازاي؟ بيقل كده بشكل منحنى، بشكل خط. هنا تلاقي قيمه معينه، هنا قيمه ثانيه، هنا قيمه ثانيه، هنا قيمه ثانيه. المسافه يا باشمهندسين، المسافه يا باشمهندسين ما بين بدايه تيار الارميتشر وما بين نهايه تيار الارميتشر دي بيسموها التاو سي، بيسموها التاو سي، بيسموها الكوموتيشن تايم، كوموتيشن تايم. يبقى لما الدكتور يجي يعرف الكوموتيشن تايم، كوموتيشن تايم هو الزمن اللي بتاخده او بياخده تيار الارميتشر علشان يهبط او ينزل من اعلى قيمه لملف الارميتشر الى ادنى قيمه لتيار الارميتشر، او الزمن اللي بياخده ملف الارميتشر علشان ينعكس كليا في الاتجاه، اتجاهه ينعكس بشكل كلي. يعني هنا يا باشمهندس الاتجاه بتاعه كان عباره عن كام؟ 20 بالموجب، هنا انعكس كليا فبقى سالب 20، انعكس كليا. يبقى الزمن اللي بياخده ملف الارميتشر عشان ينعكس في اتجاه التيار كليا بيسموه الكوموتيتور تايم او الكوموتيشن تايم، كوموتيشن تايم. ازاي تعالج الكوموتيشن؟ او الكوموتيشن بيحصل نتيجه ايه؟ خد بالك انا بس فسرت لك الكوموتيشن. طب حد يقول لي الكوموتيشن ده سببه ايه يا باشمهندس؟ سبب الكوموتيشن ده، سبب الكوموتيشن ده ان انت يا باشمهندس عندك السبب اللي بيخلي الكوموتيشن تكون موجوده عندي يا باشمهندس هو ان في معوقه، في معوقه للملفات بتاعت البراشز. يعني البراشز بتاعتك، احنا قبل كده قلنا في الكوموتيشن ان البراشز هي السبب. خلاص طالما البراشز هي السبب يا باشمهندس يبقى انا لازم اعالج البراشز دي، لان البراشز بتديني مشكله حدوث الكوموتيشن. البراشز دي يا باشمهندس لما بتتحرك بتعمل لي سبارك، فانا عايز اعالج البراشز. طب وعايز تعالج ايه كمان يا باشمهندس؟ في مفاقيد بتنشا عن الكوموتيشن اسمها رياكتنس فولتج. في رياكتنس فولتج، رياكتنس فولتج دي عباره عن جهد بيعارض الجهد الاساسي الموجود في الدايره. يبقى انا يا باشمهندس عايز اقلل الرياكتنس فولتج ده، وعايز الغي موضوع البراشز ومشاكله. فعلاج الكوموتيشن يا باشمهندس ملمس، ملمس مع الارميتشر رياكشن. يعني في علاج منهم من اللي احنا خدناه في الارميتشر رياكشن ينفع هنا. ايه هو؟ الانتر بولز والكومبنسيتنج وايند ينفعوا هنا برضه. لما تحط الانتر بولز او الكومبنسيتنج وايند فانت يا باشمهندس بتبتدي تلاشي اي كومبوننت بتعارض المجال الاساسي، وبالتالي يا باشمهندس تقدر تقلل حته الارميتشر او حته الرياكتنس فولتج. يبقى عشان تقلل الرياكتنس فولتج دي
بتستخدم الكومبنسيتنج وايندنج او بتستخدم الانتر بوتس. طب دي سهله. ايه الحته الثانيه بقى اللي انت عايز تضيفها واللي مش موجوده بقى في اللي فات؟ انا عايز الغي مشاكل البراشز. فيجي كده يا باشمهندس يقول لك ايه، البراشز بتصنع بشكل عام من، كانت بتصنع زمان من النحاس، يعني كان بيعمل البراشز دي من النحاس من الكبر. دلوقتي يا باشمهندسين بيصنع الملفات او البراشز دي بصناعه من الكربون. طب ليه؟ يقول لك سؤال علمي، ليه يا باشمهندس بصنع البراشز من الكربون ومش من النحاس؟ قال لك بسبب مشاكل الكوميتيشن. دي اول حاجه لما بنيجي نستخدم ملفات الكربون او بنستخدم براشز من الكربون. الكربون يا باشمهندسين بيزيد المكان اللي هو فيه. يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس لما تكون حاطط موضع البراشز بتاعك من الكربون ولما تكون حاطط موضع البراشز بتاعك من الكبر، ده كده كبر اهو وده كده كربون. الكربون بيشتغل كانه براشز وكانه ماده لميع بيسموه لوبريكيت ماتيريال، لوبريكيت او بيسموه بولش. البولش اللي هو الورنيش، يعني ورنيش، ماده زي اللميع لما بيتحط على الكوميوتيتور سيجمنت بيزيد. الزيت ده بيساعد في خفض معدل الشراره، بيقلل السبارك. لما يكون عندك ماده بولش، ماده لميع او ماده لوبريكيت محطوطه يا باشمهندس، الزيت ده بيساعد ان هو يقلل الشراره، بيخفض الشراره. يبقى يا باشمهندس في الكبر مفيش الماده دي، او الماده دي مش موجوده في الكبر، او مش موجود ان الكبر بيعمل تزييت للمعده اللي هو موجود فيها، فهنا الشراره عاليه. انما هنا يا باشمهندس الشراره لو موجوده بتنطفي نتيجه وجود الماده اللميع دي. فهو بيشتغل كماده لميع، لوبريكيت ماتيريال، ماده تزييت بتزيت المكان اللي هي موجوده فيه. ايه كمان؟ مقاومه ملفات الكربون، مقاومه ملفات الكربون للسبارك، المقاومه بتاعه الكربون اعلى من الكبر. مقاومه الرياكتنس، الريزيستنس بيعوق حدوث البراشز. الكربون اقوى، الكربون في المعوقه اكتر، بيعوق الملفات اكتر. فبيستخدم ملف الكربون عشان ماده لميع يطفي الشراره، وفي نفس الوقت مقاومته اعلى من مقاومه الكبر، فبالتالي بيعمل معوقه للسبارك. تمام؟ ده كده يا باشمهندس هو الارميتشر رياكشن، وده كده يا باشمهندس كل المطلوب مننا في الكوميتيشن. نسيته؟ كمل ولا كفايه ولا ايه؟ هو خلاص، هو اللي باقي كله انت ممكن في لوسز ضايعه. اللوسز هنا ممكن تكبر شويه، اللوسز هنا ممكن تكبر شويه عن حاله لو انت استخدمت نحاس، بس مفاقيد اللوسز هنا مريحه عني لو حصل سباك في الماشين. اوريدي هو لما بيستخدم كربون ده بتبقى حاجات يعني طفيفه، هو مش بيستخدم مقاومات عاليه، يعني بتبقى القيمه صغيره مش كبيره ولا حاجه، يعني حتى لو القيمه عاليه. نعم. لا هنا مفيش مسائل. فمش اكشن بالكيرفات ازاي؟ مش فاهم. تعالى اكسترنال كاركترستيك، اتكلمنا على المنحنى بتاع الاوبن سيركت كاركترستيك كيرف. ثلاث منحنيات دول، هذا المنحنى الاولاني، وقلت ان ده ثابت في كله، قلت ان المنحنى الاولاني ده ثابت في كله. ده المنحنى بتاع الاي ام اف انديوس دي ام اف نوت، وده المنحنى يا باشمهندس بتاع الاي اف. المنحنى اللي بيدرس العلاقه ما بين انديوس دي ام اف فئات النلود فئات اللحم موجوده يا باشمهندس عند الاي اف، فده بيسموه الاوبن سيركت كاركترستيك كيرف، اوبن سيركت كاركترستيك كيرف، او بيسموه نلود كاركترستيك كيرف. وده قلنا شكله ثابت في كل المنحنيات، مع ملاحظه ان الجزء ده هو الريزيدوال ماجنتيزم. بعد كده رسمنا منحنى تاني وقلت لك برضو ان ده ثابت في كل المنحنيات، ثابت في كل انواع الكونكشنز، سموه العلاقه ما بين الاي او الفي، بس خليها الاي مع تيار الحمل. خد بالك المنحنى ده علاقه ما بين الانديوس دي ام اف ات النولود عند الاي اف، فده يا باشمهندس وانت مش محمل خالص، فده منحنى عدم التحميل او منحنى لا تحميل. حد عايز يفهم؟ open circuit characteristic curve، open circuit characteristic او no load characteristic. المنحنى الثاني بيسموه internal characteristic، internal characteristic، وده بيدرس العلاقه ما بين induced emf. بس خد بالك بقى من حاجه، ركز كده، دي يا باشمهندس induced emf اللي هي الاي نوت، دي induced emf at no load، يعني دي induced emf no load induced emf، دي يا باشمهندس اللود induced emf، اللود induced emf.
بيرسم في المنحنى ده خط ثابت، خط ثابت هو الاي نود. شايف الاي نود اللي انت كنت جايبه من هنا اللي هو انت رسمته؟ هو ده بالظبط خط النولود ده اهو. وبعدين يا باشمهندس بيقل عن خط النولود اهو. قلت لك ركز، اول حاجه بينخفض يا باشمهندس بسببها اللي احنا كنا لسه بنشرحها من شويه، الارميتشر رياكشن. يبقى الانخفاض الحادث في النولود فولتج نتيجه التحميل هو ايه؟ الارميتشر رياكشن. خد بالك الارميتشر رياكشن يعني مجرد مرور التيار في ملفات الارميتشر عمل مجال معاكس، فعاكس المجال الاساسي فقام جاي مقلل الانديوس دي. ما عرفت بقى السبب ده اخره ايه؟ سبب الويكنس ده، الاضعاف اللي احنا قلنا عليه ده، الكومبوننت بتاع الدي ماجنتايزيشن. الدي ماجنتايزيشن هو اللي عمل لي كده، قلل الانديوس دي ام اف بتاعتك. الانديوس دي ام اف عند التحميل اهو، الانديوس دي ام اف بتاعتك قلت نتيجه الدي ماجنتايزيشن افكت بتاع الارميتشر رياكشن. طب يا باشمهندس لما تحط حمل بقى، لما تبتدي تحط حمل، يعني انت دلوقتي يا باشمهندس مجرد ان انت مررت تيار في ملفات الارميتشر، طب لما اجي بقى احط حمل يا باشمهندس، يعني اصبح في عندك حاجه اسمها في تيرمينال، في عندك حاجه اسمها في تيرمينال، يبقى في منحنى ثالث بيدرس العلاقه ما بين الفي تيرمينال وما بين تيار الحمل. في تيرمينال يا باشمهندس معناها ان انت بدات تحط احمال. ففي الحاله دي يا باشمهندس ادي خط النولود بتاعك وادي خط انخفاض الارميتشر رياكشن، ولكن في انخفاض كمان. الانخفاض الاولاني يا باشمهندسين ده هو الانخفاض بتاع الارميتشر رياكشن، ده هيديك الانديوس دي ام اف عند التحميل. طب لما تبتدي بقى يا باشمهندس تحط احمال وتزود في الاحمال، فتبتدي كمان تنخفض نتيجه حدوث الفولتج دروب على ملفات الارميتشر. قول انت حملت، بس التحميل هنا مجرد ان انت بتدرس الانديوس دي ام اف عند التحميل، هنا بدرس الفي تيرمينال عند التحميل. انت عندك اتنين جهود، ركز. طب كويس، واسال سؤال كويس، فرق يا باشمهندس ما بين ثلاث حاجات. فرق يا باشمهندس ما بين حاجه اسمها الانديوس دي ام اف عند اللا تحميل، وفرق ما بين حاجه اسمها الانديوس دي ام اف عند التحميل، وفرق ما بين حاجه اسمها الفي تيرمينال. الثلاثه دول موجودين فين؟ بص بقى كده ركز معايا. لو جيت رسمت لك اي كونكشن يا باشمهندس، ادي الكونكشن بتاعه الشنط مثلا اهي، كونكشن الشنط، وادي يا باشمهندس الفي تيرمينال بتاعتك سالب موجب. الانديوس دي ام اف ده، الانديوس دي ام اف ده عند اللحم، عند اللحم يعني ايه؟ يعني وانت يا باشمهندس مجرد ان مفيش اي تيار لسه مشي في ملفات الارميتشر. يعني ايه مفيش تيار لف في ملفات الارميتشر؟ يعني جاست ان انت بس المجال عدى من القطب الموجب للقطب السالب او من النورث للساوز، فعمل لك انديوس دي ام اف. الانديوس دي ام اف اللي عدت من النورث للساوز دي ومفيش اي حاجه حصلت اسمها الاي نود اللي هو النورمال او النولود. جاست يا باشمهندس ان انت حملت، كلمه التحميل دي ادتك معنيين. هو انت لما بتحمل ايه اللي بيحصل عندك؟ في تيار بيمر في الارميتشر وفي تيار بيمر في اللود، صح؟ يعني في تيارين. لو انت حبيت تجيب العلاقه ما بين الانديوس دي ام اف عند التحميل مع تيار اللود، فالانخفاض بس اللي بيحصل في الانديوس دي ام اف هو نتيجه الارميتشر رياكشن، لان طالما في حمل يبقى في تيار هيمر في ملفات الارميتشر، وطالما في تيار هيمر في ملفات الارميتشر يبقى في ارميتشر رياكشن، طالما في ارميتشر رياكشن يبقى الانديوس دي ام اف هتنزل من اللا تحميل للتحميل. اما لو انت عايز تجيب الفي تيرمينال، لا، الفي تيرمينال بقى هيبقى عباره عن الانديوس دي ام اف اللي ضايعه نتيجه التحميل ناقص شويه الفولتج دروب كمان اللي عدوا في الارميتشر، لان انت عشان توصل للفي تيرمينال لازم تطرح منه الجزء بتاع الارميتشر كمان. يبقى فين بقى الثلاثه على الرسمه؟ لو انا حبيت ارسم الثلاثه على المنحنى ده ارسمهم ازاي؟ بص بقى يا سيدي، الانديوس دي ام اف نوت هو ده اهو اسمه الانديوس دي ام اف نوت. لو انت ما فيش اي تيار هيطلع منك، يعني جاست يا باشمهندس ان انت كونت الانديوس دي ام اف جواك وما مررتش اي تيار، ما فيش اي تيار هيمر في الارميتشر. جاست يا باشمهندس ان التيار هيبتدي يطلع من الانديوس دي ام اف ويمر في الارميتشر، فقبل ما يمر في الارميتشر في نقطه هنا كده بيسموها الاي. الاي دي هي الانديوس دي ام اف عند التحميل، يعني بدا يطلع تيار من المولد والتيار ده هيمر في الارميتشر، خلاص مر في الارميتشر. يبقى في هنا انديوس دي ام اف نوت. اول ما الانديوس دي ام اف نوت ده يمرر التيار والتيار ده يا باشمهندس يعدي في الملفات بتاعه الارميتشر، فانت عايز تحسب الفي تيرمينال، فكنت بتقول ان الفي تيرمينال بيساوي الانديوس دي ام اف ناقص الاي اي في الار اي. انديوس دي ام اف ناقص الاي اي في الار اي يديك الفي تيرمينال. يبقى الاي نوت
ده هو المجال المتكون او الانديوسد اي ام اف المتكونه نتيجه ان المجال عدى من النص للساوث. شكرا. طب يا باشمهندس في ارميتشر رياكشن؟ اه في ارميتشر رياكشن لان انت ابتديت تحمل. طالما حملت يبقى في ارميتشر رياكشن. نعم. ايه اللي زائد؟ ايه اللي زائد؟ لا صح يا هندسه تتكلم عليه صح مفيش مشكله. سالب موجب موجب سالب ايه المشكله؟ تتكلم هنا فين؟ اه انديوسد ام اف نوت انديوسد ام اف نوت هتقل نتيجه الارميتشر رياكشن فانخفض المنحنى وصل لهنا وبعدين هطرح منه الاي اف الار اي فاداك الفي تيرمينال. فين المشكله بقى؟ فهمنا دي؟ حلو قوي. التلات منحنيات دول يا باشمهندس اول اتنين منهم ثابتين لكل انواع الدوائر. يعني لو الدكتور جه قال لك يا باشمهندس ارسم لي منحنى الاوبن سيركت كاركترستيك في السيريز هو ده. ارسمه لي في الشنط هو هو. ارسمه لي في الكومباوند هو هو. في السباريتلي هو هو. المنحنيين دول زي بعض. طب ليه؟ اصل المنحنيين دول ما لهمش اي علاقه بالفي تيرمينال، ما لهمش اي علاقه يا باشمهندس بباقي الحاجات. كده كده انتقات النلود العلاقه ما بين الانديوسد ام اف هتبقى علاقه مع تيار الفيلد، وتيار الفيلد هنا سواء انت حطيته شنط، سواء انت حطيته سيريس، سواء انت حطيته كومباوند مش هيفرق في حاجه. طب يا باشمهندس طب هنا برده عادي اول ما بتحمل بيحصل ارميتشر رياكشن. طب ما انت في كل الدوائر هتحمل، كل الدوائر هتحمل، طالما في كل الدوائر هتحمل يبقى في كل الدوائر الانديوسد ام اف هتقل الانديوسد نتيجه الارميتشر رياكشن، يبقى ده برده موجود. المنحنى ده هو بقى اللي مختلف. منحنى الاكسترنال ده بيسموه في بعض الاحيان هو منحنى الخصائص، هو الكاركترستيك كيرف. يعني دول كلهم على بعض اسمهم الكاركترستيك كيرفز، ولكن المنحنى الاساسي الاساسي بالنسبه لك هو المنحنى ده بتاع الاكسترنال، ده هو المختلف. فتلاقي الدكتور في الكتاب او في المرجع او في اي حاجه مكرر لك الكيرفين دول، او مش مكررهم بقى ما بيقولهمش تاني. يعني بيعمل ايه؟ بيقوم جايب لك الكيرفين دول في حاله السباريتلي، وبعد كده يقول لك يا باشمهندس باقي المنحنيات كلها او باقي الكونكشنز كلها زي اول كيرفين. امال بيغير لك ايه؟ بيغير لك المنحنى ده. بيقول لك لا بقى المنحنى ده مختلف. طب المنحنى ده مختلف يعني هترسمه كم مره؟ انا عايز ارسم المنحنى ده يا باشمهندس مره لو انت بتتعامل بالسباريتلي، ومره لو انت بتتعامل بالشنط، ومره لو انت بتتعامل بالسيريز، ومره لو انت بتتعامل بالكومباوند. ده يا باشمهندس لو انت بتتعامل بالسباريتلي، ده سباريتلي. طب لو انا عايز ارسمه يا باشمهندس للشنط، لو انت عايز ترسمه للشنط نفس المنحنى في الشنط ولكن بيزيد كومبوننت زياده قلناها المره اللي فاتت، بيزيد كومبوننت زياده سميناها المره اللي فاتت، سميناها الريدكشن ان الاي اف، ريدكشن في الاي اف. يبقى يا باشمهندس لما الدكتور يجي يقول لك ارسم لي السباريتلي، فالسباريتلي هو الارميتشر رياكشن والاي اف الار اي. اما لو قال لك ارسم لي الشنط ففي عندك 3 فولتج دروب، فولتج دروب نتيجه الارميتشر رياكشن، وفولتج دروب نتيجه الاي اف الار اي، وفولتج دروب نتيجه التيار اللي ضايع في ملفات الشنط. ودي فسرناها المره اللي فاتت، قلت لك يا باشمهندس انت عايز تحصل على تيار معين، عايز تحصل على تيار معين. يعني ايه تحصل على تيار معين؟ يعني قلت يا باشمهندس عندك لو انت عندك ادى ملف الشنطه اهو، ادى دايره الشنط، لو افترضنا تعالى افترض معاك ان الماشين دي مطلعه 20 امبير، مطلعه 20 امبير. طبعا يا باشمهندس الماشين بتاعتك في كل الاوقات هتطلع 20 امبير، في كل الاوقات هتطلع 20 امبير. ليه بقى في كل الاوقات هتطلع 20 امبير؟ اصل هي جواها اقطاب معينه، فالمفترض ان هي على طول بتطلع على التيار الموجود في الاقطاب. لو انت زودت بقى الاقطاب فالتيار هيختلف وهيزيد وهيعمل الحاجات دي. فلو احنا فرضين ان في 20 امبير طالعين، يعني الانديوسد اي ام اف طلعت 20 امبير معاها من الماشين، جزء من ال 20 امبير ده، جزء من ال 20 امبير بيخش في ملف الشنط، وجزء تاني بيعدي في اللود، جزء تاني بيعدي في اللود. يعني في جزء، ما انت قلت في الشنط اسمه سيلف، وطالما اسمه سيلف يعني في جزء من التيار بيدخل يغذي ملفات المجال منه لنفسه. يبقى في جزء بيعدي للحمل ده اللي انت بتاخده في الخارج، وفي جزء تاني بيتقطع صغير قوي كده بتاخده يا باشمهندس تدخله في ملفات الشنط عشان خاطر تعمل مجال جديد. لو انت يا باشمهندس كان التيار اللي انت بتاخده، ركز كده معايا، لو انت التيار اللي انت بتاخده 15 امبير، فالتيار اللي داخل ملفات الشنط قيمته 5 امبير، ده في الحاله العاديه. الباشمهندس بقى مش راضي بال 15 امبير بتوعه، فقام جاي عامل ايه؟ مزود التحميل. يعني مزود التحميل، زود الحمل. يعني بدل ما كان بياخد 15 امبير، لا لا هيزود الحمل زياده. فلما يزود الحمل زياده مش هياخد ال 15 امبير بقى، ياخد مثلا 17 امبير. فالتيار بتاع الاي اف يا باشمهندس قل بقى 3.
طب يا باشمهندس، الباشمهندس زود الاحمال كمان فخلى نفسه بياخد 18 امبير، فهيعدي هنا 2 بس. يبقى مع زياده التحميل انت بتاخد تيار للحمل اكبر، ولكن يا باشمهندس بتبتدي تنخفض في تيار الايه؟ الريدكشن بتاع الاي اف، فيبتدي المنحنى بتاعك ينخفض نتيجه انخفاض الاي اف. كل ما تزود الاحمال، خد بالك بص كده، لما كان تيار الاي لود بيساوي صفر الانديوسد ام اف موجوده. طب لما تيار الاي ال بدا يزيد معاك، اول ما تيار الاي ال يبتدي يزيد معاك بيحصل ثلاث انخفاضات، انخفاض للارميتشر اكشن، وانخفاض يا باشمهندس نتيجه الاي اف الار اي، وانخفاض نتيجه نقص المجال بتاع الشنطه او ملفات الشنطه. طب كل ما تزود الاي ال، كل ما انت شايف الفولتج دروب عمال يزيد معاك. يبقى كل ما تزود الاي ال يا باشمهندس، كل ما مقدار الانخفاض في الجهد بتاعك هيبتدي يقل عن الحاله الاولى. طيب لو انا عايز ارسمه في السيريز، سيبك بقى من ده خالص، عايزين نرسم في السيريز. شكل السيريز بقى يا باشمهندسين مختلف عن ده شويه. بيرسم السيريز ازاي؟ الاكسترنال كاركترستيك بتاع السيريز يا باشمهندسين هو عباره عن ده وده وده. السيريز هو الوحيد اللي الشكل بتاعه مختلف عن باقي المنحنيات. باقي المنحنيات شكله ممكن يكون مألوف شويه، انما شكل السيريز ده كده بالمنظر ده منحنى السيريز. ومنحنى السيريز هو المنحنى الوحيد اللي ده شكل الثلاث منحنيات بتوعه. يعني بص كده، بص ده هو الاوبن سيركت كاركترستيك، وده هو الانترنال كاركترستيك، وده هو الاكسترنال كاركترستيك، وده الوحيد اللي انت هتشوفه كده. وبرضو الحاجات دي او الكيرفات اللي بتترسم دي يا شباب، بس عشان الناس لما تسال لو او تتسال الكيرفات دي جت منين يا باشمهندسين، جت براكتيكال شكل عملي. يعني ده يا باشمهندس اختبارات، انا بجيب الماشين قدامي، بعمل ايه في الماشين؟ ببتدي يا باشمهندس اوصل الماشين دي واجيب العلاقه ما بين الاي اف والانود. يعني بعمل ايه؟ بيبتدي يغذي الماشين، بيبتدي ياخد الماشين دي ويغذي بمجال معين، وعند كل تغذيه للمجال بيشوف المجال اللي طلع على ملفات الارميتشر قيمته كام، ويبتدي يرسم المنحنى. طب هنا يا باشمهندس يبتدي يحمل الماشين، وبعدين يبتدي يزود في تيار الحمل ويشوف الانديوس دي ميف بينخفض ازاي، فده منحنى الانترنال. طب هنا بيقيس الفي تيرمينال فيجيب منحنى الاكسترنال. طب هنا بيعمل نفس الكلام، يعني هو كل اللي بيعمله ان هو بيوصل التوصيله، ويبتدي يا باشمهندس مره يغذي بالاي اف ويشوف الانديوس، مره يشوف الاي لود ويشوف الانديوس. طبعا يا باشمهندس الاي لود ده بيتغير ازاي؟ احمال، يعني هو بيوصل على الماشين مجموعه من الاحمال ويبتدي يغير في الاحمال، يزود حمل يزود حمل يزود حمل، ويشوف الانديوس ام اف بيقل. الكلام ده كله هيجي في ذهنك لما تشوف الكلام ده عملي. ففي الترم الثاني الكلام ده كله هتتذكره ثاني بس بشكل عملي قدامك. انت بالفعل هتمسك الاجهزه قدامك كده وتشوف يا باشمهندس فعلا ان انت لما بتزود الاي اف هنا الانديوس ام اف بتزيد، وتلاقي نفسك وانت لما تيجي ترسم المنحنى، ما انت في العملي هترسم المنحنى، فتلاقي نفسك وانت بترسم المنحنى هتفتكر بقى، لانك لما تيجي ترسم منحنى فعليا هتلاقي المنحنى طالع كده، فانت هتبقى متاكد انت شفتها في المعمل، وفي نفس الوقت يا باشمهندس انا رسمتها وطلعت صح. طب ده هتلاقيها كده برضو، هعمل لك التجربه عند اللود واقول لك يا باشمهندس شفت الانديوس دي ام اف قلت ازاي نتيجه ان انا حملت، طب شوف الفي تيرمينال قلت ازاي نتيجه ان انا حملت. تجربه السيريز برضو عمليه، ده برضو الكيرفات دي بشكل عملي، بشكل عملي. الكومباوند ده كده السيريز. طبعا يا باشمهندس على منحنى السيريز هو المنحنى الوحيد اللي بنكتب عليه انديوست وبنكتب عليه في تيرمينال، يعني بنكتب الاثنين على المنحنى، لان الثلاث منحنيات هم على بعض، يعني ده الاوبن سيركت وده الانترنال وده الاكسترنال، فبيتكتب كده انديوست وفي تيرمينال، وبيتكتب تحت اي اف واي لود مع بعض برضه. عايز تفصله مفصله، يعني انت عايز تفصله مفصله. طبعا يا باشمهندس الاوبن سيركت كاركترستيك هو الاعلى، والانترنال هو الاقل، والاكسترنال هو الاقل. ما حدش يجي يا شباب يرسم العكس، لانك لو رسمت العكس تبقى انت بتلخبط. اصل يا باشمهندس في انخفاض هنا نتيجه الارميتشر رياكشن اهو، بتحصل على منحنى الانترنال عن طريق ان انت تقلل الارميتشر رياكشن، وبتحصل على منحنى الاكسترنال نتيجه الفولتج دروب اللي بيحصل في الاي اي في الار اي. فلما تيجي ترسم هترسمهم الثلاثه على بعض، يبقى يا باشمهندس ادا اوبن سيركت، ادا انترنال، ادا اكسترنال. اقل منحنى هو منحنى الاكسترنال، واعلى منحنى هو منحنى الاوبن سيركت كاركترستيك كيرف، لان الاوبن سيركت بيصف العلاقه عند اللا حمل، وطبيعي ان الجهد عند اللا تحميل اكبر بكتير جدا من عند الجهد عند تحميل. يبقى ده يا باشمهندس هو عند اللا حمل، وبعدين الانترنال نتيجه الارميتشر اكشن، وبعدين الاكسترنال. طب يا باشمهندس لو عايز ارسم بقى المنحنى بتاع الكومباوند،
منحنى الكومباوند برضو ثلاثة، يعني بترسم ثلاث أشكال زي دول كده. بس منحنى الكومباوند خد بالك، هنكتب بقى كده عشان ما نتلخبطش. المنحنى ده يا باشمهندس بتاع الاكسترنال، يعني ده منحنى الانترنال والاكسترنال والاوبن سيركت. السيريز هو الوحيد، هو الوحيد اللي الانترنال والاكسترنال بتاعه والاوبن سيركت على منحنى واحد. طب الكومباوند، الكومباوند له نفس الشكلين دول، يعني بياخد نفس الانترنال ونفس الاوبن سيركت كاركترستيك، ولكن الشكل اللي انا هرسمه للكومباوند ده هو منحنى الاكسترنال بس. فمنحنى الاكسترنال بتاع الكومباوند يا شباب لما تشوفه هتلاقيه عامل كده. ايه ده وايه ده وايه ده؟ اللي تحت ده يا باشمهندسين بيسموه اندر كومباوند. اندر كومباوند، وده بيسموه فلات كومباوند، واللي فوق ده بيسموه اوفر كومباوند. طبعا يا باشمهندسين مفيش حاجه هباء كده، يعني مفيش حاجه بتتكتب هباء، يعني اندر كومباوند ده اكيد لحاجه، واوفر كومباوند ده اكيد لحاجه، وفلات كومباوند ده اكيد لحاجه. طيب امتى بيحصل اندر كومباوند، وامتى بيحصل فلات كومباوند، وامتى بيحصل اوفر كومباوند؟ يبقى لازم يا باشمهندس يتبادر في ذهني حاجه، انا دلوقتي في الكومباوند ده عندي كم مجال، عندي كم مجال. في حاله الشنط هو مجال واحد الناشئ من ملفات الشنط. طب في حاله السيريز هو مجال واحد الناشئ من ملفات السيريز. طب في حاله الكومباوند لا، مجالين، لان في مجال من الشنط وفي مجال من السيريز. اذا يا باشمهندس انت عندك مجال من الشنط وعندك مجال من السيريز. طب ما هو انا عندي ثلاث حلول او عندي ثلاث حالات. ايه الثلاث حالات؟ يا اما الاثنين متساويين، يا اما الشنط اكبر، يا اما السيريز اكبر. طبعا السيريز مستحيل يكون اكبر، السيريز مستحيل يكون اكبر، مستحيل السيريز يكون اكبر، لان يا باشمهندس ملفات الشنط هي الاعلى، ملفات السيريز هي الاقل. وطبيعي يا باشمهندس ملف السيريز ده عدد لفاته قليل فهيديك مجال قليل، انما يا باشمهندس ملف الشنط ده عدد لفاته كتير فهو اللي هيديك المجال كتير. يبقى اذا يا باشمهندس حته ان السيريز يكون اكبر دي مستبعده. طب امال الثلاث حالات جم منين؟ ركز بقى معايا. يا اما ملف الشنط يطرح منه مجال السيريز، يعني الشنط نطرح منه مجال السيريز، يا اما مجال الشنط يتجمع على مجال السيريز، يا اما مجال الشنط هيساوي مجال السيريز. طبعا برضو صعب، الحالة الثالثة دي صعبة، لما يطرح مجال الشنط من مجال السيريز بيسمي التوصيلة دي differential compound. differential compound، differential يعني طرح، يعني طرحه من بعض. فdifferential compound معناها ان مجال السيريز بيعارض المجال بتاع الشنط، الاثنين متعارضين، يعني مجالهم مش مجموع، مجالهم مطروح. ففي الحالة دي بيسميها differential compound. differential compound دي هي اللي بتديني الاندر كومباوند، هي اللي بتديني الاندر كومباوند. يعني المنحنى اللي تحت ده، منحنى الاندر كومباوند ده بيجي من الديفرنشال، لما نطرح المجال ده اهو ناقص المجال ده. طب لما نجمع الاثنين مع بعض بيبقى اسمها كوميوليتيف كومباوند. كوميوليتيف، كوميوليتيف يعني بيجمعهم، لو جمع الاثنين دول مع بعض فبيسميها كوميوليتيف. كوميوليتيف، فكوميوليتيف ده معناها يا باشمهندس ان انت اوفر كومباوند، اوفر كومباوند المجال بتاعك، مجال الشنط ومجال السيريز اتجمعوا مع بعض. فبيقول لك في الحاله دي ان مجال السيريز ايدز، ايدز يعني بيساعد. خلي بالك من الجملتين دول عشان لو الدكتور جابهم لك في الامتحان، لو الدكتور قال لك ان السيريز، سيريز فيلد ايدز يعني بيساعد الشنط فيلد، فده معناه ان انت كوميونيتيف كومباوند. كلمه ايدز يعني يساعد، يساعد يعني يا باشمهندس انت كده كوميونيتيف كومباوند. طب لو الدكتور قال لك ان مجال السيريز اوبوزس بيعارض مجال الشنط، يبقى انت ديفرنشال كومباوند. ديفرنشال يبقى انت اندر، كوميوليتيف يبقى انت اوفر. طب الفلات بيحصل امتى؟ لو طرحهم او جمعهم ادانا مجال ثابت. بمعنى يعني الدكتور لو قال لك ان الفاي بتاع الشنط ناقص الفاي بتاع السيريز، هما الاثنين ادوني فاي معينه، ولو الفاي بتاع الشنط زائد الفاي بتاع السيريز هما الاثنين يدوني نفس الفاي المعينه، هما الاثنين يدوني نفس الفاي بتاعه الدايره سواء جمعناهم او سواء طرحناهم، يبقى ده اسمه يا باشمهندس ديفرنش، اسمه فلات كومباوند. فلات كومباوند، فلات كومباوند يعني يا باشمهندس هو بيقول لك ان انا عندي الفيض 50،
يعني مثلا عايز الفيض بتاعي يكون مثلا قد كذا ويبر، فيض فلكس قد كذا ويبر. فلو انت طرحت المجالين وادوك نفس الويبر، او لو جمعت المجالين وادوك نفس الويبر، يعني المهم ان انت حققت نفس اللي انت عايزه سواء طرحتهم او جمعتهم، المهم ان انا احصل على نفس الكلام ده. يعني يا باشمهندس هفسرها لك بطريقه افضل، بطريقه افضل. يعني الدكتور مثلا قال لك يا باشمهندس ان مجال الشنط ده بيطلع لك 70 ويبر او 70 اي حاجه، والتاني بيطلع 50 مثلا. فلو انت جمعتهم على بعض هما الاثنين هيدوك 120. ال 120 دي اوفر كومباوند، فيقول لك ده اوفر. طب لو انت طرحتهم من بعض يديك 20، اللي هو مثلا كام يا باشمهندس؟ 20 ده اللي هو اندر كومباوند. طب لو انت بقى قلت له انا عايزك تجيب لي 50 وخلاص، يعني انا عايزك تجيب قيمه اسمها 50، اسمها فلات كومباوند، تظبط نفسك كده وتجيب لي ال 50 كومباوند دول، تجمعهم تطرحهم تعمل مش عارف ايه. المهم يا باشمهندس تديني قيمه ثابته، ما تقوليش بقى ان في اوفر ولا فلات، انا عايز بس القيمه دي بس اللي هو ال 50 ثابته. فانت اطرحهم من بعض واديني ال 50، اجمعهم على بعض واديني ال 50، اعمل اي حاجه واديني ال 50، اديني رقم ثابت. يبقى يا باشمهندس الفلات كومباوند ده رقم ثابت، سواء بالطرح سواء بالجمع اتحقق لي الرقم ده. انما يا باشمهندس لو انت جمعت المجالين اوكي خلاص، المجالين طرحت المجالين اوكي، خدت منهم مجال واحد يعني برضو كويس. لو انت حبيت تشغل الماشين بتاعتك شنط، تشغل الماشين بتاعتك شنط، فانا عايزك تاخد ال 50. يعني لو انت هتشغل الماشين بتاعتك شنط اديني ال 50، لو هتشغل الماشين بتاعتك سيريس اديني ال 50 برضو، لو انت هتشغل الماشين بتاعتك كومباوند اديها لي 50. لو انت هتشتغل فلات، انما يا باشمهندس لو انت هتشتغل اوفر خلاص اجمعهم، اندر اطرحهم. طبعا يا باشمهندسين الاوفر كومباوند ده حاله خطيره جدا، تشغل الماشين اوفر كومباوند دي حاله خطيره، لان الاوفر كومباوند ده يعني انت بتعلى عن الانديوست اي ام اف. انت متخيل انت بتعلى عن الانديوست اي ام اف بتاعت الاله، يعني بدل ما كانت الاله بتاعتك بتشتغل عند اندر كومباوند. اندر كومباوند معناها ان انت بتقول ان الاله دي لو هي بتشتغل عند 220 ريتد فانت هتشغل عند 200 بس، فانت هتشغل عند 190 بس، فانت هتشغل عند 180 بس. يعني انت بتبتدي تقلل الجهد اللي انت بتشتغل عليه. هو حلو الاله هتشتغل مش هتقول لك حاجه، بس انت ما قدرتش تستغل كامل القدره الاستيعابيه بتاعت الاله. يعني انت لو بتشتغل بكامل قدرتك الاستيعابيه يكون افضل. يعني انت مثلا لو عندك في البيت بتشتغل بكهرباء 220 افضل بكتير لما تشتغل بكهرباء 180، انما مش افضل لما تشتغل بكهرباء 240. لما تعلى بقى عن الريتد ده بيخلي الاله بتاعتك تستحمل لفتره زمنيه معينه، يعني الاله بتاعتك هتبتدي تستحمل لفتره زمنيه، وبعد الفتره الزمنيه دي الاله هتقول لك لا خلاص ما عادش ينفع. يعني ما عادش ينفع؟ الاله بتاعتك عماله تسخن 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 تسخن، ولما تسخن في لوسز كتير، ولما يكون في لوسز كتير خلاص بالسلام الاله بتاعتك بتشيع. تمام؟ اديك مساله تقدر تتعامل معاها ازاي، او ايه المطالب اللي الدكتور ممكن يطلبها منك في نوعيه من انواع المسائل ديت. بص يا باشمهندسين، الدكتور في الامتحان في نوعيه المسائل دي يعني هو غالبا بيطلب 1 2 3 4 ممكن 5 حاجات يطلبوا في منحنى زي ده. اولا الدكتور بيجي في الامتحان في مساله زي دي بيديك جدول، المسائل دي كلها هتلاقيها جداول، اغلبها جداول. يعني الجدول ده بيكون فيه يا باشمهندس قيمتين، الجدول ده بيكون فيه قيمتين، اول قيمه هي قيمه الانديوس دي ام اف، وتاني قيمه هي قيمه الاي اف. يبقى على طول يا باشمهندس لما الدكتور يديك المنحنى ده انت هترسم ايه؟ هرسم اوبن سيركل كاركترستيك اهو انديوسد واي اف، يبقى انت هترسم منحنى الاوبن سيركل كاركترستيك. فاول نقطه بيقولها لك ارسم درو الاوبن سيركت كاركترستيك. طبعا الامتحان ام سي كيو، فحد يقول لي يا باشمهندس يعني الدكتور هيقول لي درو؟ لا هو مش هيقول لك، بس انت هترسم. دي لازم هترسم، فالدكتور حتى لو ما قالكش ارسم انت هترسم، لانك مش هتعرف تجيب اي حاجه لما ترسم. فبرضه ما حدش يعني ايه، الدكتور غالبا ممكن ما يقولكش ارسم يا باشمهندس، بس هو يقول لك ايه احسب لي كذا، هو مديك الجدول ويقول لك احسب لي كذا. طب ما انت هتحسب كذا ازاي؟ ما انت هتحسب كذا ده بالرسمه. فدرو اول نقطه ارسم منحنى الاوبن سيركت كاركترستيك. بس خد بالك من الفخ بقى، اول فخ في المساله دي ان الدكتور بيقوم جاي مديك السرعه اللي هو شغال عليها في الجدول 1000 RPM مثلا. يقول لك انا شغال في الجدول ده عند 1000 RPM وعايزك ترسم المنحنى عند 1100 RPM. فيقوم الباشمهندس بقى واخد الجدول وشغال، ده منحنى سرعه معينه وده هيترسم عند سرعه ثانيه خالص خالص. فاول فخ في المساله بص على السرعات، بص على السرعات، السرعه لو اختلفت الرسمه غلط، ده مش هينفع. طب تعمل ايه؟ بص بقى
اول حاجه يا باشمهندس لما الدكتور يديك سرعه مختلفه عندك علاقه بتقول ان الانديوس دي ام اف تتناسب مع الان في الفاي. دي من القانون بتاع الانديوس دي ام اف. وطالما الفاي بتاعتك الدكتور لم يذكر عليها اي حاجه، يعني الدكتور في المساله ما قالكش ان الفاي اتغيرت، ففي الحاله دي الانديوس دي ام اف يا باشمهندس بتتناسب مع السرعه. وفي الحاله دي ان الانديوس دي ام اف اولد على الانديوس دي ام اف نيو تساوي الان اولد على الان نيو. هفترض معاك ان الدكتور مديك القيم دي مثلا 10 عند اي اف مثلا 2 من 10، 20 عند اي اف 3 من 10، 30 عند اي اف 5 من 10، 40 عند اي اف 7 من 10، 50 عند 9 من 10. اللي في الجدول فوق ده هو الاولد. طب انت تقوم جاي زي الشاطر كده عامل انديوس دي ام اف فوقيها نفس الكلام اهو، وكاتب هنا الانديوس دي ام اف بس نيو بقى. تاخد القيمه الاولد اللي هي 10 تضربها في 1100 اللي هو الان نيو، وتسمع الان اولد اللي هو 1000. ما انت معاك السرعتين ومعاك الانديوس دي ام اف الاولانيه، خد الرقم وطلع ده هنا اهو، ده في ده على ده، ده في ده على ده، ده في ده على ده، وهكذا هتجيب الانديوس دي ام اف فوق. فلو الدكتور قال لك ارسم المنحنى عند السرعه 1000، قال لك ارسمه عند، هو قال لك الكيرف ده عند ال1000 وارسم عند ال1000، هتاخد ده مع ده. طب لو قال لك ارسم عند 1100 900 ارسم عند اي حاجه، خلاص ما انت عامل الانيو وبترسمها. رسمت المنحنى سهل جدا خالص بقى، انك هتخش يا باشمهندس بس هنا تكتب على المنحنى خد بالك الانديوست، وتكتب هنا يا باشمهندس الاي اف، هو ما فيهاش حاجه دي اهي، هذا الانديوست والاي اف. ارسم فسهل من هرسم، ها عايز ترسم من اولد ولا نيو؟ هترسم اولد او نيو، المهم هترسم شكل المنحنى مثلا اهو بأيا كان الشكل، شكل المنحنى رسمناه كده مثلا، حصلت على درجات كويسه، رسمت خلاص اوكي. بعد ما ارسم الدكتور يطلب منك بقى، بص بقى اول حاجه الدكتور يطلب منك ايه؟ يقول لك يا باشمهندس رقم واحد انا عايزك تجيب الانديوس دي ام اف عند الاي اف مثلا بيساوي 35 من 100. تقوم جاي داخل عند ال 35 من 100 على المنحنى، وتقوم جاي طالع جايب التقاطع داخل جايب الانديوس دي ام اف المقابله ليها. رقم اثنين لو سمحت عند، يجي يقول لك لو سمحت عند الانديوس دي ام اف بتساوي 220 مثلا، هات لي الاي اف. تخش بقى على الراسي تجيب كده وبعدين التقاطع وتنسى تجيب الاي اف على يعني نفس المنحنى. شوف يبقى انت لازم ترسم، لو ما رسمتش مش هتعرف تجيب حاجه. يبقى اول مطلوب يا اما الدكتور يديك الانديوست وانت تجيب الاي اف المناظر، يا اما يديك الاي اف وتجيب الانديوست المناظر. طيب دي سهل ما فيهاش حاجه، دي خلاص انا رسمته وخلصت. وخد بالك من حته السرعات طبعا يا باشمهندس، ما حدش سالني طب هو لو الدكتور قال لك ان الفاي اختلفت بقى، لو الدكتور قال لك ان الفاي اختلفت يبقى انت عندك تو كونديشنز. يبقى انت يا باشمهندس لو الدكتور حب بقى يبوظها لك خالص، فيجي يقول لك بقى ان الفلكس في الحاله الاولى كانت قيمته كذا، والفلكس في الحاله الثانيه بقى قيمته كذا. ففي الحاله دي هتدخل الكونديشن بتاع الفلكس كمان معاك نيو اولد، وبالتالي بقى تضربهم في بعض. يعني يا باشمهندس لو الدكتور بقى خالص قفلت واداك ان الفاي اختلفت، يبقى الاي نيو على الاي اولد بتساوي يا باشمهندس الان نيو على الان اولد بتساوي يا باشمهندس او ضرب الفاي نيو على الفاي اولد. دي لو قفلت خالص والفلكس اختلفت. في الحاله دي بقى يا باشمهندس لازم يكون معاك خمسة من دول وناقص الستة، يعني لازم يكون معاك خمس قيم. فدي لو قفلت، لو قفلت خالص يبقى كده يا باشمهندسين لو الدكتور اداك الفاي اختلفت فانت هتعمل كده، انما ما اختلفتش خلاص اوكي انت مكمل يا مسكين. تالت مطلوب الدكتور بيطلبه، ركز معاه. الدكتور هيديك الار بتاع الشنط. المطلوب الاولاني ان الدكتور يديك الاي اف ويقول لك هات الانديوست من على المنحنى، يديك الانديوس ويقول لك هات الاي اف من على المنحنى. طب ثالث حاجه يا باشمهندس ان الدكتور يديك الار شنط، يقول لك مثلا الار شنط ده بيساوي ليكم مثلا 20 اوم، ماشي. الار شنط بيساوي 20 اوم. عايز تعمل ايه بقى؟ يطلب منك بقى حاجات كتير. يقول لك يا باشمهندس طيب انا عايزك تجيب مثلا، عايزك تجيب مثلا الاي بتاع الارميتشر. هتلاقي الدكتور في اول المساله قايل لك ان الدايره بتاعتك دي دايره شنط كونكشن.
ما هو منحنى الخصائص ده بيجي تبع حاجه تبع توصيله، فبقول لك ان هو شنط كونكشن مثلا. رسمت المنحنى، جبت الحاجات اللي هو عايزها في الاول، وبعدين بيقول لي يا باشمهندس انا عايز اجيب الار بتاع الشنط، او عايز اجيب سوري التيار الارميتشر. طب يا باشمهندس ما انت عندك علاقه، عندك علاقه، العلاقه دي يا باشمهندس بتقول ان الانديوس دي ام اف ناقص الاي اي في الار اي بتساوي يا باشمهندس الفي تيرمينال. انا عارف العلاقه دي، وعندي علاقه تانية يا باشمهندس بتقول ان الفي تيرمينال بيساوي الاي شنط في الار شنط. برضو عارف العلاقه دي. يعني انت عايز ايه؟ انا عايز يا باشمهندس اجيب الفي تيرمينال. عارف لو اديتني الفي تيرمينال واديتني الار بتاع الارميتشر هعرف يا باشمهندس احسب الاي ارميتشر اللي انت عايزه. طب ازاي؟ تعالى كده بقى نشوف ازاي. اولا يا باشمهندسين، المساله دي ممكن تجي لك عند اللاحمل وممكن تجي لك عند الحمل. الاثنين اللي انت حسبتهم هنا دول عند اللاحمل، المنحنى ده يا باشمهندس اسمه الاوبن سيركت كاركترستيك، يعني المفترض المنحنى ده بيدرس العلاقه عند اللاحمل. طب انت يا باشمهندس بتقول لي احسب تيار الارميتشر والفي تيرمينال، يبقى انت كده محمل يا باشمهندس، انت كده حملت، وطالما حملت يبقى المنحنى ده ما ينفعش. ازاي؟ ده اوبن سيركت كاركترستيك، يبقى المفترض ان احنا في حاجه بنعملها بقى مع المنحنى ده عشان خاطر نقول ان هو اتحمل. في حاجه بنعملها عشان نقول ان هو اتحمل، في خط اسمه اللود لاين، اسمه اللود لاين. فين اللود لاين ده؟ اللود لاين ده يا باشمهندس عباره عن معادله خط مستقيم، معادله خط مستقيم عباره عن الاي شنط في الار شنط، ده اسمه اللود لاين. ركز كده عشان ده انت هترسمه في كل المنحنيات برضو، اسمه اللود لاين. تعمل ايه بقى؟ افرض ان تيار الشنط بيساوي صفر، افرض ان تيار الشنط بيساوي صفر اهو، فرضت ان تيار الشنط بيساوي صفر، فلما تيار الشنط يساوي صفر الانديوس، خد بالك دي الانديوس دي مف، ها لما تيار الاي شنط بتاعك يساوي صفر يبقى الانديوس دي مف بتساوي كام؟ صفر. طب لما يكون الاي شنط بتاعك هو الاي مثلا، خد اي تيار للشنط، يعني خد اي قيمه للشنط مثلا، خد اي قيمه للشنط، فانت مثلا خد قيمه الشنط، انت المنحنى بتاعك، خد بالك من حاجه، المنحنى بتاعك ده يا باشمهندس هو منحنى الاوبن سيركت كاركترستيك، فالمفترض ان ده الشنط والمفترض ان ده الانديوست، فعندك خط اسمه اللود لاين. اللود لاين ده ثابت في كله، يعني انت يا باشمهندس تحفظ حاجتين مهمين، اول حاجه تخلي بالك من حته السرعات، ثاني حاجه تحفظ المعادله دي زي اسمك، الانديوست دي ام اف، الانديوست دي ام اف اللي هو خط اللود لاين بيساوي الاي شنط في الار شنط، ده اسمه خط اللود لاين. تعوض عن الاي شنط بزيرو، حاضر اهو بصفر، فلما تعوض عنه بصفر يديك الانديوست بصفر، خلاص. تعوض يا باشمهندس عن الاي شنط باي قيمه، اي قيمه، خد الاي شنط من هنا باي قيمه، خدها مثلا يا عم اهي، خدها مثلا باي قيمه من الموجوده في الجدول، باي قيمه موجوده في الجدول، وليكن مثلا 2/10، تاخد ال 2/10 تضربها في الار شنط اللي انا مديها لك اساسا، ما انا مديك الار شنط ب 20، اضربها فيها، فتحصل على نقطه. وصل النقطتين ببعض لحد ما المنحنى يتقاطع في نقطه، لازم هيتقاطع في نقطه لان ده منحنى الحمل، النقطه دي بيسموها الاوبريتنج بوينت، دي نقطه التشغيل، دي النقطه دي اسمها نقطه التشغيل اوبريتنج بوينت، دي نقطه الحمل بقى، دي النقطه اللي الاله هتشتغل عندها الاوبريتنج بوينت. عند النقطه دي بتاخد معلومتين في منتهى الاهميه، عند النقطه دي يا باشمهندس بتحصل على حاجه اسمها الانديوست اي ام ام نود، الانديوست اي ام اف نود، عارف الانديوست اي ام اف نود اللي هو اللي انا عايزه اصلا، نقطه التشغيل بتاعه المنحنى، نقطه التشغيل بتاعه المنحنى بتديك الانديوس دي ام اف، دي نقطه التشغيل، الانديوس دي ام اف دي هو اللي انت هتعوض بيها هنا، يعني خط اللود لاين، خط اللود لاين اداك الانديوس دي ام اف اهو. طب وايه كمان؟ ما الفي تيرمينال بيساوي الاي شنط في الار شنط اهو، الفي تيرمينال بيساوي الاي شنط في الار شنط، انهي اي شنط وانهي ار شنط اهو، مش انت النقطه دي لما جبت نقطه التقاطع قلت لي ان ده الانديوس دي ام اف، طب ما انت لو نزلت برضو يا باشمهندس من نقطه التقاطع دي هتجيب الاي اف اللي انت هتضربها في الار شنط عشان تديك الفي تيرمينال عند النقطه دي، يبقى انت برضو قدرت تجيب الفي تيرمينال وقدرت تجيب الانديوس دي ام اف، وهتلاقي الدكتور في الامتحان مديك الار اي قايل لك ان هو مثلا بيساوي 1/10، يبقى في الحاله دي معاك الار اي والانديوس دي ام اف انت جبتها والفي تيرمينال انت جبتها من العلاقه دي، عوض يا باشمهندس وهات الايه؟ الاي اي بسهوله. تاني الحته دي في منتهى الاهميه،
كل المسائل يا باشمهندسين هتكون تحميل ولا تحميل. في الاول انت شغال لا تحميل لحد ما ترسم الكيرف. بعد ما ترسم الكيرف ممكن الدكتور يطلب منك في لا تحميل حاجتين، يا اما يا باشمهندس يديك الاي اف ويقول لك هات الانديوست عند الله حمر، يا اما يا باشمهندس يديك الانديوست ويقول لك هات الاي اف. سهله، بتجيب التقاطع من عند القاط ماشي. بعد كده يا باشمهندس اول ما تلاقي الدكتور، اول ما تلاقي الدكتور ابتدى يديك الار شنط، وابتدى يديك الار بتاع الارميتشر، وابتدى يقول لك احسب بقى تيار الارميتشر. تيار الارميتشر ده ما بيجيش لما اذا حملت، الا اذا حملت، فده معناه ان انت انتقلت لحته التحميل على طول من غير ما تفكر. لود لاين، طب لود لاين يا باشمهندس انديوست بتساوي الاي شنط في الار شنط، يبقى على طول يا باشمهندس بتفرض ان ده بزيرو اللي هو الاي شنط بصفر، فتجيب الانديوست. تفرضه عند اي قيمه عند الاي اف وتجيب فرض، توصل النقطتين ببعض تجيب نقطه التقاطع. عند نقطه التقاطع ده الانديوس دي ميف بتاع التحميل، يبقى ده الانديوس دي ميف اللي انت هتعوض بيه. تاخد النقطه دي شمال ويمين، تاخد شمال، تاخد يا باشمهندس الانديوس وتنزل تحت الاي اف اللي انت هتاخده من هنا هو اللي انت هتعوض بيه هنا عشان خاطر تجيب الفي تيرمينال. والانديوس دي ميف هو اللي انت تاخد تعوض بيه هنا، ومعاك الار اي فيبقى فاضل الاي اي بس. جبت الاي اي ممكن بقى الدكتور يقول لك احسب اللوسز واحسب مش عارف ايه واحسب ايه، ما انت معاك كل حاجه بقى، احسب اللي انت عايزه مش فارقه، ما انت جبت تيار الاي اي فاشتغل. طب ممكن يطلب ايه تاني؟ ممكن يا باشمهندس يطلب منك حاجه اسمها السرعه، او ممكن سوري يطلب منك حاجه اسمها الار كريتيكال، يطلب منك حاجه اسمها الكريتيكال ريزيستنس. الكريتيكال ريزيستنس، الكريتيكال ريزيستنس دي يا باشمهندسين عباره عن مقاومه الشنط، اقصى مقاومه للشنط اللي عندها، ركز، اقصى مقاومه لملفات الشنط اللي عندها الماشين تقدر تشتغل او تقدر تطلع جهد، تقدر تطلع جهد. يعني ايه يا باشمهندس؟ ركز كده معايا عشان الحته دي مهمه وخلاص هننهي بيها، لان خلاص هو بقيه المسائل كلها تبقى من النوع دي. لما يجي الدكتور يقول لك الار كريتيكال، احسب الكريتيكال ريزيستنس. الكريتيكال ريزيستنس يا باشمهندسين هي عباره عن الار شنط، اقصى قيمه لملفات الشنط وعندها الماشين بتاعتك تقدر يحصل فيها بيلد اب، او تقدر الماشين بتاعتك تطلع جهد. طب يا باشمهندس لو انت حبيت تبص كده، يعني المفترض ان انت كل ما انت اقل من الار كريتيكال الماشين بتاعتك بتطلع جهد. يعني الدكتور لو جه في الامتحان وقال لك لو انت المقاومه بتاعتك اكبر من المقاومه الحرجه الماشين بتاعتك ده هتطلع جهد، تقول له لا مش هينفع، اكبر من المقاومه الحرجه ما تطلعش جهد، اقل من المقاومه الحرجه تطلع جهد. طب يا باشمهندس انا مش فاهم اللي انت بتقوله، ما تفهمها لي على الرسمه. بص كده ركز معايا، هو لو انا يا باشمهندسين رسمت خط توازي، خط مماس مع المنحنى ده، مماس، رسمت خط مماس، مماس، المماس ده هو يا باشمهندسين هو الار كريتيكال. المماس لمنحنى الاوبن سيركت كاركترستيك. خليك معايا بقى، لو انت يا باشمهندس رسمت الار كريتيكال او رسمت المنحنى بتاع الار بتاعك اكبر من الار سي، هل في تقاطع ما بين المنحنى اللي انت هترسمه وبين المنحنى بتاع الاوبن سيركت؟ لا مش هيبقى في تقاطع. هيبقى في تقاطع ازاي؟ يعني لو انت رسمت الخط ده عامل كده وقلت لي ان ده اسمه الار واحد، لو انت رسمت الخط ده عامل كده وقلت لي ان ده اسمه ار اتنين، هل عند الار اتنين الماشين بتاعتك هتشتغل؟ لا انت اكبر من الكريتيكال. طب عند الار واحد؟ لا ما فيش تقاطع. امال بص بقى كده، طب لو احنا رسمنا الخط بتاعنا كده مثلا وسميت لك ان ده الار كريتيكال او سميت لك ان ده الار 3، الار 3 اقل من الار كريتيكال ففي تقاطع مع المنحنى اهو، وكل ما هترسم الخط بتاعك اقل من الكريتيكال هيبقى في تقاطع مع المنحنى. يبقى معنى كده يا باشمهندس ان انت اقل من الار كريتيكال الماشين تشتغل، اكتر من الار كريتيكال الماشين ما تشتغلش. وعشان كده الدكتور قال لك ان الار كريتيكال هي الماكسيمم شنط ريزيستنس اللي عندها الماشين تقدر تشتغل. الماكسيمم يعني دي اقصى قيمه، بعدها مش هتشتغل اهو. ايوه بعدها مش هتشتغل. فالدكتور لو جه رسم لك الرسمه دي مثلا وقال لك يا باشمهندس قول لي عند الار واحد الماشين هتشتغل، عند الار اتنين الماشين هتشتغل، ولا عند الار تلاته الماشين هتشتغل، فتقول له لا عند الار تلاته، لان الخط الكريتيكال هو يا باشمهندس بالنسبه لي هو ده الحد الفاصل، اقل منه انا شغال، اكتر منه يا باشمهندس انا مش شغال. تحسب الار كريتيكال ازاي؟ ما انت رسمت المماس للمنحنى خلاص، مش انت رسمت المماس للمنحنى؟ اه رسمت المماس. سيبك بقى من ده خالص عشان ما نتلخبطش. لما الدكتور يقول لك احسب الار كريتيكال، تحسبها ازاي؟ ها هيطلب منك الار كريتيكال، فتعمل ايه؟ انت رسمت الخط المماس اهو، تعالى من عند اي نقطه في المماس، من عند اي نقطه انت هتيجي كده بالمسطره، بالمسطره انت وانت راسم، بعد خلي بالك رسوماتك لازم تكون دقيقه، لان رسوماتك لو مش دقيقه بالسلامه هتضيع منك القيم.
فخد بالك من حاجه، هتجيب المسطره ومن على الخط هترسم مماس صفر ومماس للمنحنى. مماس بعد ما بترسم المماس تعالى عند الخط اللي انت رسمته المماس ده وخد اي نقطه عليه، اي نقطه اي نقطه، تعالى خد اي نقطه عليه، اي نقطه على المنحنى، وهات الشمال واليمين بتاعها او هات الشمال وتحت، يعني هات من عند النقطه اللي انت رسمتها دي الاي اف، وهات من عند النقطه اللي انت رسمتها دي الانديوس دي ام اف، يعني هات الاي اف وهات الانديوس دي ام اف. انا عايزك تجيب الاثنين دول. طب انت جبت الانديوس دي ام اف وجبت الاي اف صح؟ اه. هتعوض بالانديوس دي ام اف بتاعتك اللي انت جبتها مع تيار الارميتشر اللي انت حسبته مع مقاومه الارميتشر اللي انت حسبتها، تجيب الفي تيرمينال وترجع تحط الفي تيرمينال هنا مع تيار الشنط اللي انت جبته، تجيب الار شنط تاني تاني. هترسم مماس، بعد ما رسمت المماس تقوم جاي على خط المماس ده وجايب يا باشمهندس القيمه من هنا والقيمه من هنا، ولنفترض ان القيمه اللي انت جبتها من هنا مثلا 240 والقيمه اللي انت جبتها من تحت دي وليكن 1 امبير من على خط الايه المماس. تعمل ايه بقى؟ تخش على نفس المعادلتين، ما بيتغيروش المعادلتين دول، مش هيتغيروا في الشنط، هم هم هم. بس بص بقى انت هتعمل ايه، الانديوس دي ام اف هي اللي انت جبتها دي اللي هي 240. طب تيار الشنط، ما انت حسبت من الخطوه الاولى، ما انت تيار الشنط معاك اصلا الا لو الدكتور قال لك ان تيار الشنط اختلف فبعوض بيه. تيار الشنط وليكن مثلا انت حسبته من الخطوه الاولى كان 10 امبير وليكن، الار بتاع الارميتشر معاك اساسا في المساله، ايه اللي ناقص؟ الفي تيرمينال. اللي ناقص هو الفي تيرمينال. تاخد الفي تيرمينال ده بعد ما تحسبه من فوق وانت معاك الاي شنط، طب فين هو؟ اهو تيار الشنط بتاع نقطه التقاطع او النقطه اللي انت جبتها من على منحنى الار سي، يبقى المقاومه بتاعت الشنط ده يا باشمهندس هي الار كريتيكال، هي الار كريتيكال. يبقى يا باشمهندس الفكره بتاعت رقم 3 والفكره رقم 4 معكوسين. الفكره بتاعت رقم 3 الدكتور اداك الار شنط، يعني 3 الدكتور مديك، فالار شنط هتضربه في الاي شنط تجيب الفي تيرمينال، ترجع تجيب الفي تيرمينال هنا والانديوس دي معاك والار معاك تجيب الاي ايه. طب المره دي لا، المره دي هو مش مديك ده بس عايزك تحسبه، فانت هترسم المماس وتجيب نقطه التقاطع اللي عليه وتجيب يا باشمهندس شمال الانديوست تحت الاي اف، شمال الانديوست والاي اي معاك والار اي معاك، جبت الفي تيرمينال، تعوض بالفي تيرمينال هنا والاي شنط معاك تجيب الار شنط، بس الار شنط انت بتحسبه هنا هو الار كريتيكال، هو الار كريتيكال. ماشي خلاص شباب، كل سنه وانتم طيبين.